السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. إن شاء الله أكون موجود مع حضراتكم علشان نتكلم في ملفات مهمة جدا جدا جدا. عندنا ثلاث ملفات هنتكلم فيهم، وأيضا عندنا ضيف عزيز جدا وواحد من النقاد الرياضيين المحترمين اللي دايما رأيهم بيهمنا في قناة النادي الأهلي، الكاتب الكبير والناقد الكبير الأستاذ جمال الزهير. هنتكلم معاه أيضا في الثلاث ملفات اللي قلت لحضراتكم عليهم وهم مهمين جدا. هنتكلم في البروتوكول التعاون بين النادي الأهلي ومنظمة اليونيسيف العالمية، وهنتكلم عليه في فقرة أيضا الأخبار قبل ما نتكلم في تفاصيله مع ضيفنا الأستاذ جمال الزهيري. وأيضا هنتكلم في مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب، وأخيرا هنتكلم على خارطة الكرة المصرية بعد الاجتماع لدار اليوم بين سيادة العميد ثروت سويلم وممثلي أندية الدرجة الثانية عشان نعرف إيه اللي حصل في الاجتماع، ويا ترى اتحاد كرة القدم والانتخابات هتبقى رايحة فين. في البداية نتكلم عن بروتوكول التعاون ما بين النادي الأهلي ومنظمة اليونيسيف العالمية. زي ما حضراتكم شايفين أو زي ما حضراتكم تابعتم، خطوة مهمة جدا النادي الأهلي اتخذها النهاردة لتعزيز وتعظيم دوره المجتمعي بتوقيع بروتوكول مع منظمة اليونيسيف العالمية، وده من خلال المؤتمر الصحفي اللي تم عقده صباح اليوم مع برونو مايس ممثل يونيسيف العالمية. وزي ما حضراتكم عارفين وجمهور الأهلي يعلم هذا جيدا، أن النادي الأهلي مش نادي رياضي فقط، هو نادي رياضي وأيضا نادي اجتماعي، ويهتم أيضا بدوره المجتمعي. النادي الأهلي عليه دور مهم جدا وهو الاهتمام بالدور المجتمعي، ودي حاجة عارفينها على مدار التاريخ. النادي الأهلي دوره عظيم جدا في المجتمع وأيضا دوره وطني جدا جدا، وبالتالي عشان كده دايما بتقول النادي الأهلي مش فقط نادي رياضي، هو نادي شامل لكل شيء سواء في الدور الرياضي أو في الدور المجتمعي. طبعا كل شخص وكل مسؤول داخل النادي الأهلي يعلم هذا الأمر جيد جدا، وبالتالي الكل بيعمل في هذا الاتجاه. زي ما حضراتكم عارفين ان النهارده تم استقبال ممثل اليونيسيف في النادي الاهلي بحفاوه كبيره جدا، وبالتالي كل حاجه كانت على اعلى مستوى. النادي الاهلي وقع البروتوكول مع منظمه اليونيسيف، وناس كتير بتسال او ناس عايزه تفهم الموضوع براحه كده علشان نوضح للساده المشاهدين اليونيسيف والبروتوكول اللي تم التعاون وتم الاتفاق عليه صباح اليوم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. اللي حصل ان منظمه اليونيسيف مضت تعاون مع النادي الاهلي او بروتوكول تعاون مع النادي الاهلي، وتحت شعار او ايه هو البروتوكول او هو او ايه اللي تضمنه البروتوكول، وهو الدفاع عن حقوق الاطفال الاكثر احتياجا في جميع انحاء مصر. زي ما حضراتكم يعني سامعين او شايفين الاسم حاجه ملهاش علاقه بالرياضه، فدور النادي الاهلي علشان كده بقول لحضراتكم دايما دوره مجتمعي. النادي الاهلي مش فقط نادي رياضي، النادي الاهلي نادي رياضي ونادي اجتماعي يهدف دايما الى المصلحه العامه ومصلحه مصر ومصلحه كل مسؤول فيه. لازم دايما يدور على الدور الخاص به خارج الرياضه علشان خاطر كان النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا، والنادي الاهلي دايما بيهتم بكل الامور الخاصه بالصغير والكبير والرياضي والغير الرياضي. عشان كده هنقرب اكتر مع حضراتكم للبروتوكول التعاون اللي تم عقده صباح اليوم بحضور الكابتن محمود الخطيب وايضا حضور الاستاذ خالد مرتجي وباقي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. هنشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه برحب بالسيد برونو مايس ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، ويمكن عايز أرجع بالذاكرة بس لبداية مجلس الإدارة بتاعنا اللي كان من ضمن برنامج الانتخابي بتاعه إن في أو برنامج عائلة الأهلي كيفية الاهتمام بجميع الأنشطة سواء الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الإنشائية. من ده النهارده مؤتمر النهارده من احد الانشطه المجتمعيه اللي لازم النادي الاهلي يقوم بدوره فيها، بالنادي الاهلي بتاريخه، النادي الاهلي بشعبيته، النادي الاهلي بجماهيريته، النادي الاهلي بكيانه العربي والافريقي والعالمي. فاعتقد ان النهارده يوم من الايام المهمه
اللي فيها تعاون وثيق ما بين منظمة عالمية، منظمة اليونيسيف العالمية مع النادي الأهلي، أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وأندية وبرضه من الأندية اللي ليها الحقيقة تواجد عالمي في كل الاستفتاءات العالمية اللي حصلت. النادي الأهلي متواجد في هذه الاستفتاءات. من هنا يمكن عنوان مؤتمرنا النهاردة أو التعاون اللي احنا بصدده اليوم. يعني التعاون دوت في ليه عنوان، العنوان ما بين الأهلي ومنظمة اليونيسيف معا من أجل حقوق الأطفال في مصر. في أطفال كتير محتاجين إن احنا نحس بيهم، محتاجين إن احنا يكون لنا دور معاهم بمسمى وبكيان زي النادي الأهلي. أعتقد مهم جدا إنه يساهم مع منظمة عالمية زي ما قلت اليونيسيف في إن احنا يكون عينينا على أطفالنا اللي محتاجين رعاية. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مستر برونو مايس representative of the UNICEF in Egypt. في البداية بنحب نرحب بالسادة ممثلي التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسيف. نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الإعلاميين والصحفيين. النادي الأهلي مش نادي رياضي فقط، النادي الأهلي مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية، ليه دور كبير في المجتمع المحيط به، وزي ما الأهلي له دور رياضي ليه دور اجتماعي، ودايما بيتفاعل مع قضايا المجتمع. ويمكن الدور المجتمعي ده هو اللي دايما بيميز النادي الأهلي، وكان أحد النقاط الأساسية اللي ركزنا عليها عندما تولينا المسؤولية. ويمكن من قبل كده، يمكن أول قعدة مع كابتن محمود الخطيب أما شرفت أن أنا أكون من ضمن القائمة، قال لي أنا عايزك تبقى مسؤول عن العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية، وعايزين نتعاون مع الهيئات العالمية زي اليونيسيف. أنا فاكر يعني كابتن محمود كان بيخص الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بالتحديد. فانطلاقا من دورنا في خدمة المجتمع وقضاياه، الأهلي طول عمره لا يدخر جهدا في تسخير إمكانياته لأي نشاط مجتمعي. ومنذ عدة أيام يمكن احنا استضفنا فعاليات خاصة بالأيتام، وده كان ليه صدى الحمد لله ومردود كبير في وسط الأطفال وأعضاء النادي كمان. النادي الأهلي دايما بيضع الأطفال والشباب في مقدمة الأولويات، ويمكن احنا عشان كده عملنا لجنة، سمينا لجنة اسمها لجنة الطفل، عندنا لجنة شباب، والحقيقة قايمين بدور كبير جدا ومميز داخل النادي الأهلي. احنا على أتم الاستعداد دايما للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي لخدمة المجتمع، وعلى ثقة من أن التعاون مع اليونيسيف من شأنه أن يسهم في تحقيق رفاهية للأطفال خصوصا الأكثر احتياجا. وعلشان كده عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف محوره الأساسي معا من أجل حقوق الأطفال في مصر. زيادة الوعي قضايا اللي بتأثر على الأطفال زي الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة والتنمر والحماية من كافة أشكال العنف، وأيضا التوصل لحلول لإتاحة فرصة عادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم وتشجيع الاندماج الاجتماعي والنهوض بالتعليم. الحضور الكرام، أنا مش عايز أطول على سعادتكم، كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسيف والسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم سمعتم وشفتم كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيضا كلام المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واضح جدا أن كل واحد يدور وكل واحد عارف هو بيعمل إيه داخل منظومة النادي الأهلي. والكابتن خطيب أكد على الكلام اللي قلته لحضراتكم أن دايما الأطفال والشباب في أولويات النادي الأهلي وفي برنامج عائلة الأهلي. والكلام ده الكابتن خطيب قاله من أول يوم اشتغل فيه مجلس الإدارة، وهو عنده أولويات وعنده نظام بيمشي عليه. وزي ما أنتم سمعتم أيضا وشفتم أن دور النادي الأهلي الدور المجتمعي المهم جدا. النادي الأهلي ليه محبين كتير جدا في كل أنحاء العالم، وبالتالي دور المجتمع لابد يكون فعال من خلال
وجود اسم النادي الأهلي مع منظمة كبيرة زي منظمة اليونيسيف العالمية. طبعا أكيد التنسيق مهم جدا ما بين مجلس الإدارة بعضهم البعض، وأن كل واحد يكون ليه دور، وبالتالي تم إسناد الملفات الخارجية للمهندس خالد مرتجي علشان خاطر يعني ما يتمتع به من علاقات طيبة مع الجميع. بصراحة المهندس خالد مرتجي من الشخصيات المحترمة جدا، واللي بيعرف يتعامل في كل الملفات اللي بيتم إسنادها ليه خارجيا، يعني وده شيء مش غريب على أولاد النادي الأهلي، إن هم دايما يكون في أدوار، وإن كل واحد يكون عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. علشان كده بقول لحضراتكم إن دايما حقوق الأطفال ودعمها في مصر، أي مؤسسة كبيرة زي مؤسسة اليونيسيف لازم تبص على اسم كبير علشان خاطر توقع معاه بروتوكول عالمي، بروتوكول دايما بيدور على حقوق الأطفال داخل مصر، وبالتالي عمر ما اليونيسيف هتلاقي اسم أكبر من اسم النادي الأهلي، النادي الكبير الصرح العظيم جدا اللي دايما لما اسمه بيكون موجود في أي حاجة بتفتح له الأبواب المغلقة، ودايما بتلاقي حب الناس والجمهور والشعبية اللي بيتمتع بيها. علشان كده ده حدث مهم جدا كان لازم نتكلم عليه ولازم نشرحه لحضراتكم علشان نبين قد إيه الجمهور النادي الأهلي إن النادي الأهلي مش فقط نادي رياضي، نادي كروي، النادي الأهلي نادي رياضي كروي في كرة سلة، في كرة طايرة، في جمباز، في كاراتيه، في كل الألعاب، في سباحة، كل الألعاب النادي الأهلي بيهتم بها زي لعب كرة القدم. وأيضا الدور المجتمعي اللي دايما بنتكلم عليه، وحاجة من أو جزء من الأجزاء اللي دايما النادي الأهلي بيدور عليها أو دايما بيبقى حريص إن هو ينميها ودايما يهتم بيها زيها زي أي شيء، وهو دوره المجتمعي. وهذا حصل بالتوقيع أو توقيع التعاقد مع اليونيسيف العالمية، وكان بروتوكول مهم جدا. وزي ما قلت لحضراتكم ممثل اليونيسيف العالمية في مصر برونو مايس أكيد كان موجود، وأكيد كان شيء يدعو إلى الفخر بالنسبة لي وبالنسبة لي النادي الأهلي. خلصنا مع حضراتكم ملف بروتوكول التعاون ما بين اليونيسيف والنادي الأهلي، نروح للملف الثاني الهام اللي قلت لحضراتكم عليه في البداية، وهي مباراة المقاولين العرب. عايز أتكلم شوية قبل ما نروح للأخبار الخاصة بمباراة المقاولون العرب، لكن زي ما حضراتكم عارفين جمهور الأهلي جمهور ذكي جدا، جمهور بيعرف يتعامل مع المواقف الكبيرة، بيعرف يتعامل مع المواقف المهمة جدا في الأوقات الصعبة جدا جدا. النادي الأهلي من بداية الموسم هو عنده ثقة ويقين أن النادي الأهلي إن شاء الله هيكون بطل الدوري العام، والكلام ده شفناه لما النادي الأهلي كان عنده مؤجلات كتيرة جدا جدا، والنادي الأهلي كان في ممكن في آخر الدوري، بعد كده في نص الدوري، وبعد كده في أول الدوري، البطولة راحت وجت كذا مرة. لكن جمهور الأهلي دايما عنده ثقة وعنده يقين ومش بيتكلم كتير، دايما جمهور الأهلي مش بيتكلم كتير ودايما بيكون حريص على الجزئية دي تحديدا. جمهور الأهلي مختلف عن بقية الجمهور اللي موجود في مصر، عنده ثقافة، عنده وعي، ودايما بيتكلم بصفة الجمع، محدش بيتكلم فردي أبدا من جمهور النادي الأهلي. علشان كده بقول لحضراتكم مباراة المقاولين العرب مباراة صعبة جدا، مباراة فيها طموح لنادي المقاولين العرب. كابتن عماد النحاس الدور الأول تغلب على النادي الأهلي، وبالتالي الدور الثاني بيسعى كأي مدير فني، وده حق مشروع جدا جدا إن هو يفوز على النادي الأهلي في المباراة الثانية. حاجة تانية إن النادي المقاولون العرب واحد من الأندية اللي فعلا على مدار تاريخها بتلعب دايما بشرف، بتلعب دايما برجولة، بتلعب دايما بقوة، وده اللي النادي المقاولين العرب هيثبتوه في مباراة يوم الأربعاء. الحاجة الثالثة اللي بعد كده ناس بتتكلم على رحيل أحمد علي، وأيضا عدم وجود طاهر محمد طاهر، لكن زي ما بقول لحضراتكم أحمد علي مش موجود، هيبقى في واحد أشرس منه، هيبقى في واحد أقوى منه موجود، وده أمر طبيعي جدا علشان يثبت نفسه، علشان يقول أنا موجود، علشان يقول لكابتن عماد النحاس إن أنا تقدر تعتمد عليا في الموسم القادم. كمان طاهر محمد طاهر واحد من اللاعبين المهمين جدا، لكن زي ما بقول لحضراتكم اي لاعب هيكون موجود، وانتم عارفين ماتشات الاهلي كلها واي فريق مش بس المقاولين العرب، كلنا يعني لو هنذاكر على مر التاريخ هنلاقي اي نادي بيلعب نادي الاهلي بتبقى المباراه مختلفه، كل واحد عايز يثبت نفسه، هي دي المباراه اللي اللعيب بيستناها من الموسم للموسم، علشان هي دي الفاترينا اللي بيعرض عليها شغله واللي بيعرض عليها مستواه. ليه لا ما اكونش موجود في النادي الاهلي؟ وليه لا ما اعملش مباراه النادي الاهلي يعجب بيا ويضمني ويتفاوض معايا؟ ليه ما اعملش مباراه ابقى موجود في نادي كبير من الانديه الكره المصريه؟ طبعا المقاولين العرب نادي كبير جدا وكل حاجه، لكن طبعا دايما اللاعب كره القدم طماع في طموحاته وطماع في احلامه. علشان كده بقول لحضراتكم المباراه صعبه جدا، المباراه هتبدا يوم الاربعاء، المباراه لسه ما خلصتش، وبالتالي لازم ندعم، لازم نقف، لازم نبقى عارفين اهميه المباراه، علشان من خلالها لو ربنا كرم ان شاء الله والاهلي فاز يتم تتويج الاهلي رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز. زي ما حضراتكم عارفين من الهدف من الاول من بدايه المعسكر مباراه المقاولين والزمالك، كل اللعيبه اللي اتكلمت معانا في المعسكر قالت اهم مباراه هي مباراه المقاولين العرب، يعني حتى لو نتيجه 1-0، حتى لو نتيجه 2-0، حتى لو نتيجه 3-0،
جمهور الاهلي مش بيحتفل غير بنهايه صفاره الحكم. اي نعم احنا اللي بنعمل كده في الانديه الثانيه، ودايما الانديه مش بتحتفل غير بعد ما الحكم يصفر ويتاكدوا ان هم خرجوا من الملعب، لكن جمهور الاهلي دايما في اللقاءات الحاسمه لابد من الدعم، لابد من التركيز، لابد من الوقوف ورا الفرقه علشان نعرف ان المسؤوليه مش يعني مش سهله. مش عاجبني السوشيال ميديا ومش عاجبني جمهور الاهلي اللي بعض منهم بيقول ان هي مباراه سهله، بيقول ان هي مباراه يعني خلاص الاهلي حسم بيها بطوله الدوري. مع كامل الاحترام والتقدير لحضراتكم، المباراه صعبه جدا، مفيش اي احتفالات، مفيش اي انتصارات غير بعد ال 90 دقيقه. لازم ان شاء الله الاهلي يفوز بالمباراه علشان يتوج رسميا ببطوله الدوري. مباراه تاني صعبه، مباراه مهمه، مباراه للنادي الاهلي هتكون مهمه اولا لرد اعتبار الدور الاول والمباراه اللي خسرها امام المقاولين العرب، ايضا لثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار البطوله، واخيرا هي الفوز ببطوله الدوري المصري الممتاز. زي ما حضراتكم شايفين هنا الاجواء من قناه الاهلي، احنا عارفين مدى صعوبه المباراه عشان كده دايما بنتكلم عليها ونكون حريصين يعني نعيش الجمهور معانا في الاجواء، علشان لو ما عيشاش الجمهور معانا في الاجواء هنضحك عليهم وهيكونوا دايما مش عارفين ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور. التركيز جوه النادي الاهلي ما بين مدير الفني، جهاز فني، جهاز اداري، لعيبه كلها مركزه، ما فيش غير هدف واحد هو الفوز ان شاء الله بالثلاث نقاط. علشان كده بقول لحضراتكم دايما جمهور الاهلي بيبقى حريص جدا على المصلحه العامه، حريص جدا على مصلحه النادي الاهلي. علشان كده ان شاء الله كلنا عندنا يقين وثقه وامل في اللعيبه ان هي تقدر تحقق الفوز بالمباراة وتحقق الثلاث نقاط. نروح لأخبار النادي الأهلي علشان نتابع معاكم آخر الأخبار، ونبدأ معاكم بالكابتن شريف إكرامي يعود للتدريبات في منتصف شهر أغسطس. شريف إكرامي حارس النادي الأهلي يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في منتصف شهر أغسطس المقبل بعد ما أعلن الجهاز الفني واللي أكد أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية وأنه بيستكمل برنامجه التأهيلي والعلاجي وأن هو في تحسن مستمر. وقال أيضا الجهاز الفني أن الفحوصات الطبية اللي أجراها كابتن شريف إكرامي في ألمانيا تثبت أن ركبة كابتن شريف في تحسن مستمر بعد إجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في وقت سابق. 15 أغسطس إن شاء الله هيكون موجود الكابتن شريف إكرامي بشكل طبيعي في التدريبات بعد الفترة اللي بيخضع فيها إلى العلاج الطبيعي. طيب لسه مع أخبار المصابين، ومحمود وحيد ظهير الأيسر للنادي الأهلي حالته في تحسن مستمر. أعلن أيضا الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه بيقول تحسن حالة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إجهاد العضلة الضمة واللي اشتكى منها خلال الأيام الماضية ومنعته من المشاركة في ودية البلاستيك الأخيرة والتدريبات الجماعية. وقال الجهاز الفني أيضا أن محمود وحيد سيخضع لفحص طبي جديد يوم الاثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في ميران اليوم. النادي الأهلي النهارده إن شاء الله بيؤدي تدريبات مسائية على ملعب مختار التتش قبل ما يختتم الفريق استعداده في القاهرة غدا بميران صباحي، وبعديها يسافر إلى الإسكندرية للمبيت للاستعداد لمباراة المقاولون العرب إن شاء الله في ملعب برج العرب. مستر مارتن لاساتي يعقد جلسة مع وليد سليمان ومرام محسن. مستر مارتن لاساتي زي ما حضراتكم يعني ده جزء من التدريبات النادي الأهلي بشكل عام، لكن مارتن لاساتي كان حريص جدا على أنه يعقد جلسة منفردة مع وليد سليمان وصلاح محسن، مش مرام محسن متأسف، لاعبي الفريق قلال المران المسائي واللي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش. وده كان ضمن محاولاته لتجهيز جميع اللاعبين فنيا ومعنويا، وحطوا تحت معنويا دي مليون خط. لاعب كرة القدم في الفترة الحالية أو لاعب النادي الأهلي في الفترة الحالية محتاج أنه هو معنويا يكون ماشي بشكل كويس جدا وتكون معنوياته مرتفعة. لاعب الكرة معنوياته لما بتكون مرتفعة فنيا بيقدر أنه هو يكسر الدنيا. وبالتالي مستر مارتن لاساتي اتكلم مع وليد سليمان في جلسة منفردة بحضور كابتن وائل المترجم وزيها مع صلاح محسن، وبالتالي كانت جلسة مهمة جدا علشان يشتغل على الجزء الفني والجزء المعنوي. ايضا مستر مارتن لاساتي يحاضر اللاعبين قبل انطلاق الميران. كان في محاضره جمعت ما بين المدير الفني والفريق الاول، كانت جلسه مطوله او محاضره مطوله قبل انطلاق الميران اللي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وده استعدادا لمواجهه المقاولون العرب اللي هتقوم ان شاء الله يوم الاربعاء
في إطار منافسات بطولة الدوري العام. اتكلم فيها المدير الفني مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية والتركيز على الجانب المعنوي من خلال تحفيز اللاعبين، وده أيضا جزء مهم جدا وهو الجزء التحفيزي الخاص بلاعبي كرة القدم، وأنه دايما بيكون في هدف بيلعبوا عليه. من خلال وجود هدف يقدر الحافز يكون أكبر، الأداء والروح والحماس يكون أكبر. هو كمان أحمد الشيخ بينتظم في مران النادي الأهلي. أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول انتظم في مران الفريق الجماعي واللي يقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولين العرب، واللي هتكون إن شاء الله يوم الأربعاء على ملعب برج العرب. كان اشتكى أحمد الشيخ من كدمة في إصبع القدم تسببت في غيابه عن مران أمس، واكتفى بجلسة جيم قبل ما يشارك اليوم في المران الجماعي. رمضان صبحي بيشارك في مران الأهلي. رمضان صبحي لاعب الفريق الأول أيضا شارك هو كمان وانتظم في مران الفريق اللي أقيم مساء اليوم بعد تعافيه من الإصابة اللي تعرض ليها في ودية البلاستيك. كان رمضان تعرض لإصابة بشد في العضلة الضمة، طبعا أبعدته عن المشاركة الجماعية فيما بدأ اليوم المشاركة بشكل تدريجي. طبعا خبر مهم جدا، ورمضان صبحي واحد من اللعيبة المهمة جدا اللي وجوده مع زمايله بيطمنهم، وجوده مع زمايله بيرفع الروح المعنوية للفريق. وعيد رمضان واحد من الأوراق الرابحة اللي بالنسبة للمدير الفني للنادي الأهلي، وأيضا هو لاعب مهم مش بس للنادي الأهلي، بالنسبة لمنتخب مصر وللكرة المصرية بشكل عام. نروح لقطاع الناشئين ونسيب الفريق الأول، والكابتن فتحي مبروك يعلن عن مواعيد اختبارات أبناء الأعضاء في فرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد. كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي أعلن عن مواعيد الاختبارات لأبناء الأعضاء مجانا، وده في فروع النادي الأهلي بالشيخ زايد ومدينة نصر، ويكون الاختبار بالكارنيه. يعني أنا بقول الأعضاء اللي موجودين في مدينة نصر ونادي الأهلي الشيخ زايد إن هيكون في اختبارات لأولاد حضراتكم، للي حابب يكون موجود ويختبر على إنه إن شاء الله يتم التحقه بفرق البراعم والناشئين في النادي الأهلي، هيكون بالكارنيه فقط لغير بدون أي استمارات. هقول لحضراتكم سريعا المواعيد علشان قبل ما نروح لفاصل، إن يوم السبت 27 يوليو الجاري، ونركز جدا في المواعيد دي، هنحاول إن احنا نعرضها لحضراتكم على الشاشة بعد الفاصل، هيكون مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 في الشيخ زايد من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 12 الظهر، على أن تكون مواعيد اختبارات مواليد 2002 2003 2004 2005 بالشيخ زايد يوم الأحد 28 يوليو الجاري من 9 الصبح حتى الساعة 12 الظهر. يوم الاثنين 29 يوليو مواعيد الاختبارات اللي هتكون في مدينة نصر 2006 2007 2008 2009 2010 بمقر الأهلي بمدينة نصر من 9 الصبح حتى الساعة 12. أيضا يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو هتكون اختبارات 2002 2003 2004 و2005 أيضا بمدينة نصر من 9 الصبح حتى الساعة 12 الظهر. دي الأربع مواعيد المختلفة، سواء يومين في الشيخ زايد وسواء يومين في أهدي مدينة نصر. هنروح لفاصل وبعدها نرجع نستقبل الأستاذ جمال الزهيري، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الأولى مع الناقد الرياضي والكاتب الكبير الأستاذ جمال الزهيري. دايما بيمتعنا بآرائه ووجهات نظره المختلفة معانا في قناة النادي الأهلي. أستاذ جمال برحب بحضرتك. أهلا بيك كابتن، شرفني منورنا. ربنا يخليك. دايما حظي حلو كده على طول. والله وأنا حظي معاك، هو ما بنختارش يعني، أنا باجي صدفة. بس ربنا عايز كده يعني. يعني الكيمياء ماشية مع بعضينا. الحمد لله. طبعا ربنا يخلي حضرتك، طبعا مشرفنا ومنورنا، ودايما بنستمتع باراء حضرتك هنا معنا. في البدايه قلنا معنا ثلاث ملفات مهمه جدا هنتكلم عليها. اول ملف هو ملف التعاون او البروتوكول اللي تم بين النادي الاهلي ومنظمه اليونيسيف العالميه، ده رقم واحد. رقم اثنين ملف نادي المقاولين العرب والمباراه اللي هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله. واخيرا ملف الاجتماع اللي حصل واللي دار في اتحاد كره القدم اليوم ما بين العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم باعمال رئيس اتحاد كره القدم او بتيسير الاعمال تسيير الاعمال للاتحاد المصري لكره القدم. نعم. هنتكلم فيهم، هبدا مع حضرتك في بملف اليونيسيف، وعايز اعرف راي حضرتك في البروتوكول بشكل عام، وايضا حرص النادي الاهلي على دوره المجتمعي من خلال هذه الاتفاقيات، راي حضرتك ايه؟ هقول لحضرتك، هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا
الهيئات العالمية أو المنظمات العالمية لما بتحب تنجح نشاط لها بتدور على أقرب مكان يحقق لها هذا النجاح. تمام. وبالتالي يعني بيبقى هم عندهم عملية رصد كده على مستوى العالم للأماكن اللي هم ممكن يشتغلوا فيها. فأعتقد إن هم مش هيلاقوا أفضل من نادي بحجم نادي الأهلي وشعبيته وتاريخه إن هم يتعاونوا معاه في أي مجال يخص الأطفال الأيتام أو يخص أي مجال الأطفال بشكل عام. الأطفال بشكل عام. تمام. أي منظمة دولية مش بتشتغل اعتباطا يعني يعني بتبقى مرتبة نفسها إن هي تختار حد أو مكان يعني زي ما بيجوا يختاروا لاعب معين يمثل مثلا يكون سفير للنوايا الحسنة مثلا. تمام. فبيختاروا مين؟ بيختاروا اللاعب المشهور، اللاعب المحبوب. نفس الشيء على مستوى الأندية، ويمكن اختيارهم طبعا للنادي الأهلي أسبابه كتيرة ومعروفة، يعني أعتقد الناس كلها فاهمة يعني إيه النادي الأهلي، تاريخ وبطولات والدور المجتمعي للأندية بشكل عام ده مطلوب جدا، لأن الأندية أصلا يا عمر نشأتها من المجتمع، واخد بالك؟ طبعا دي أكيد لقطات بقى من المؤتمر اللي تم عقده صباح اليوم. فلما بيحصل مثل هذه الأحداث بيتم الاختيار لأن الأندية أساسا هي أندية شعبية مرتبطة بجماهير وبأعضاء آلاف العضويات وملايين المشجعين، وبالتالي بيبقى يعني في دور للنادي في خدمة المجتمع اللي هو فيه اللي هو موجود فيه. بس فهي ده يعني باختصار اللي احنا نقدر نقوله عن هذه الاتفاقية او هذا البروتوكول والفوائد الكتيرة اللي ممكن تعود بسببه يعني او تنعكس على المجتمع المصري في بعض قطاعاته، واخد بالك؟ اللي هو الهدف او التارجت اللي هم محددينه يقدروا يخدموا من خلاله او يتعاونوا مع النادي الاهلي من خلال هذا البروتوكول في تحقيق اهداف هذا البروتوكول. حضرتك اتكلمت وقلت على اسم النادي الاهلي، النادي الاهلي اسمه كبير وبالتالي طبعا يساعد اي منظمه عالميه ان هي تقدر تشتغل في مصر من خلال اسم النادي الاهلي. اكيد اكيد جمهور النادي الاهلي عارف دور النادي الاهلي مش بس رياضي، هو دور مجتمعي. واعتقد استاذ جمال النادي الاهلي الوحيد في مصر وفي افريقيا اللي بيشتغل على الجزء الرياضي والجزء المجتمعي. لكن عايز اسال حضرتك واخد رايك في توزيع الادوار داخل مجلس الاداره وحرص الكابتن محمود الخطيب على انه قال في البدايه ان منذ وجود المجلس من اول يوم برنامج عائله الاهلي وهو الاهتمام بالاطفال والشباب وكل فرد داخل منظومه النادي الاهلي. وفي توزيع الادوار ان الباشمهندس خالد مرتجي هو اللي مسؤول عن ملف العلاقات الخارجيه وهو يعني شاطر في الحته دي. فرأي حضرتك ايه في كلمه الكابتن خطيب ورايه او كلامه عن برنامج عائله الاهلي والاهتمام بالاطفال وان دايما الاطفال في اولوياته وتوزيع الادوار على كل عضو داخل مجلس الاداره؟ مهم جدا طبعا انه برنامج عائله الاهلي هو كان البرنامج اللي تقدم بيه كابتن محمود الخطيب والقائمه اعضاء القائمه كلهم للحصول على ثقه الاعضاء. واعتقد انه حصول الكابتن محمود الخطيب ومجلسه على هذه الثقه نتيجه اولا لمعرفه وثقه اعضاء الجمعيه العموميه في اعضاء هذه القائمه، دي نقطه اساسيه. لانه انت ممكن تعمل برامج كتير بس مين اللي بيقول البرنامج؟ معايا؟ يعني في الانتخابات عاده يا عمر بيبقى كل مرشح او كل قائمه لها برنامج بتقول انا هعمل كذا، انما هل من حيث المبدا او الاساس لازم يبقى في ثقه من الاعضاء في البرنامج اللي في الناس اللي طرح البرنامج؟ تمام. ف 100% في ثقه في اعضاء مجلس اداره الاهلي او اعضاء القائمه اللي هم اصبحوا
بعد كده أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وأغلبهم حصلوا على ثقة الأعضاء قبل كده في مناسبات عديدة يعني وفي انتخابات مختلفة. وبالتالي هذه الثقة هي اللي بتخليهم مؤمنين بأن هذا المجلس يستطيع أن ينفذ الوعود اللي هو وعد بيها الناس. أما من ناحية الموضوع نفسه اللي هو البرنامج نفسه وتطبيقه، فأعتقد برضو الثقة اللي موجودة عند الأعضاء بتخلي مجلس الإدارة يشتغل بشكل جيد ويوزع الاختصاصات والمهام على أعضاء مجلس الإدارة، كل واحد حسب المجال اللي هو متفوق فيه. يعني هتلاقي حد مسؤول عن النواحي المالية، حد مسؤول عن النواحي الثقافية، العلاقات الخارجية، الشؤون الخاصة بالرياضة أو الشؤون المتعلقة بالرياضة. فكل إنسان فينا سواء كان عضو مجلس إدارة أو مش عضو مجلس إدارة هو عنده مجالات معينة هو بيتفوق فيها. توزيع المهام ده مهم جدا عشان تضمن ان كل اعضاء مجلس الادارة لهم دور وبيشتغلوا. يعني مفيش حد مثلا يشعر ان هو في لحظة معينة مهمش او ما بيقومش بدور. في هذا المجال المهندس خالد مرتجي له باع طويل في العلاقات الخارجية والاتصال بالهيئات الدولية وبالاتحاد الدولي لكرة القدم. فإذا الاختيار مهم جدا، وتوزيع المهام مسألة غاية في الأهمية. دايما احنا نحب نقول ان تنظيم العمل هو أساس النجاح. يعني اما تبقى عندك مجموعة عمل بتشتغل معاك فانت بتدي كل واحد مهمة معينة ويكلف بيها امام المجلس بشكل عام، ويتم محاسبته أو مش محاسبته، تقييم عمله على مدار فترات متباعدة، واخد بالك. فأعتقد أن هذا الاتجاه بيخلي مجلس الإدارة كله بيشتغل في يعني زي ما بنقول إيه، روح الفريق يعني، صح. تيم ورك، صح. فالتيم ورك ده هو في النهاية اللي بيخليك كهيئة أو مكان أو نادي رياضي تنجح في تحقيق البرنامج اللي انت وعدت بيه الأعضاء أصلا، واخد بالك. فده مهم قوي مسألة تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات. طيب تعال حضرتك نروح لتقرير، نعم. ونشوف برونو مايس ممثل منظمة اليونيسيف العالمية في مصر وكلامه، علشان نرجع نعقب على الكلام مع الأستاذ جمال الزهري. خليكم معنا. I think we are all happy to celebrate. احنا طبعا سعداء في البداية لان احنا بنمضي الاتفاقية دي النهاردة مع النادي الكبير زي النادي الاهلي، والهدف من الاتفاقية دي هي زيادة الوعي للاطفال الاكثر تهميشا والاكثر فقرا، واحنا برضو الهدف من الاتفاقية دي هو زيادة الوعي عن الاطفال دي الاكثر تهميشا، وبالنادي لفعل حقيقي عشان صحة أفضل، حياة أفضل، بدون إرهاب للأطفال وبتغذية أفضل. You know this the club is one of the oldest, the most successful sporting club. النادي الأهلي طبعا ده من أقدم ومن أنجح النوادي اللي موجودين في القارة، وطبعا ليه إنجازات على المستوى الإقليمي، وهو من أفضل الأندية أو أفضل بالفعل النادي في الدوري المصري. وإحنا بنؤمن إن الشراكة دي هتكون في مصلحة هتصب في مصلحة الأطفال، وطبعا إحنا مهتمين بتمكين الأطفال، وكان في مبادرات زي كده طلعت من وزارة الشباب والرياضة زي تنمية الحضانات، وده على المستوى المحلي، والموضوع ده تنمية الحضانات ده وتكبيرها موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، وبنتمنى ان الاتفاقية دي تمشي في نفس السياق وتكون شراكة ناجحة جدا بيننا وبين الأهلي. سبورتنج كلوب تو بارتنر اون ذيس ماسيف
critical initiative for children and young people in the country. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الاولى مع كاتبنا الكبير الاستاذ جمال الزهيري، اللي هننتقل معاه الى الملف الثاني وملف مباراه المقاولون العرب والنادي الاهلي. ان شاء الله اللي هيكون يوم الاربع في المباراه قبل الاخيره من بطوله الدوري المصري الممتاز 2018 2019، وان شاء الله كلنا عندنا ثقه ويقين كبير جدا في الجهاز الفني واللاعبين بالفوز بالمباراه. استاذ جمال، مباراة المقاولون العرب والنادي الاهلي مباراة مهمة جدا، مباراة اعتقد ان هي لا تقل اهمية عن مباراة نادي الزمالك. خلينا نتكلم يعني بصدق اكتر، ان الدوري فيه بطولتين، بطولة الدوري العام وبطولة مباراة الزمالك. تمام. اهمية مباراة المقاولين من وجهة نظر حضرتك، وحضرتك شايفها هتبقى مباراة فنية عاملة ازاي؟ شوف، هي طبعا المباراة انا دايما احب اتكلم على يعني مش هتكلم على البطولة ككل. ليه؟ الأهلي لو كان حاطط في دماغه من البداية إنه أيام ما كان عنده مباريات مؤجلة وكان ترتيب الأهلي بعيد جدا. طبعا دي حقيقة. لولا إن النادي الأهلي، ودي عادة في النادي الأهلي، عادة يعني حميدة يعني. إن هو بيلعب دايما بياخد الأمور واحدة واحدة. يعني ما بيبصش، يعني بيبقى عنده هدف بعيد، ده طبيعي عاوز يحققه، بس في نفس الوقت ما بيشغلش باله بالبعيده ويسيب القريبه. تمام. لازم وانت بتحط خطه للمستقبل لازم تبقى انت باصص برضو عشان ما تتكعبلش. فهو الاهلي عامل كده. يعني لما الاهلي بقول لك كان عنده ماتشات كتيره مؤجله وكان في ضغوط، من ضغوط نفسيه متعمده من الأندية المنافسة سواء الزمالك أو بيراميدز، إنه الأهلي خلاص والأهلي بعيد والدوري اتحسم، كان إيه الموقف جوه النادي الأهلي؟ منتهى الهدوء، منتهى الثقة في إن فرقة النادي الأهلي جاية، وده اللي حصل يعني. وابتدى الأهلي بقى لما لعب ماتشاته المؤجلة اللي كانت كتيرة جدا، بقولك في وسط ضغوط، انه ازاي الاهلي ما لعبش كل الماتشات دي؟ هو ما لعبش كل الماتشات دي لان كان عنده بطوله افريقيه. ماشي. فالاهلي يعني زي ما تقول قفل، المسؤولين في النادي الاهلي قفلوا ودانهم تجاه هذا الكلام وخدوا الامور واحده واحده. ونجح الفريق ان هو حتى مع لاسارتي، رغم انه بعض الناس وجهت له انتقادات كتيره، الا انه قدر برضه هو يقود الفريق الى تحقيق الهدف واعتلى قمة الدوري ونقل، أنا من وجهة نظري نقل التوتر في المعسكرات الأخرى. يعني بعد ما كان الفرق الأخرى المنافسة بتحاول توتر أو تزيد من توتر لاعبي الأهلي وجهازهم الفني، لا، الأهلي قدر لما وصل إلى حصد النقاط وابتدى خلاص يطلع على القمة فوق، ابتدى التوتر ده ينتقل الى المنافسين. خرج بيراميدز من المنافسه، خلاص لعب ماتشاته، تبقى الزمالك اللي هو بينافس، او حسابيا رقميا عنده الامل في انه ينافس كويس حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. ف اللي انا عايز اقوله ان المباراه مهمه جدا، لأنه هذه المباراة قد يكون فيها الحسم بالنسبة للبطولة، لأن أنت ما بتبصش للفرق الأخرى، أنت بتلعب على أنك عندك مباراة اللي هي مباراة المقاولين العرب، والأهلي بيجيد التعامل وتقدير المنافس. يعني دايما الأهلي ما بيبصش لفرقة على أنها ضعيفة، لا ده هيعملوا مباراة عاملة ازاي، والأهلي بيبص لنفسه كويس. من حق المقاولين طبعا
يعني لا يمكن انت تستنكر على المقاولين ان هم يقدموا مباراه كويسه، صح ولا غلط؟ طبعا. يعني ما ينفعش اقول افترض من حيث المبدا ان المقاولين العرب والنبي تبقوا حبايبنا يعني. تمام. لا، مفيش كلام من ده في الكوره، لان ده يندرج تحت بند الـ الروح غير الرياضيه اصلا. يعني انت لما بتلعب، انت بتلعب وانت بتفترض ان الفريق المنافس هيبقى شعله نار. كويس. فانت مفروض تبقى شعلتين. واعتقد انه ده الفكر اللي موجود داخل سواء الجهاز الفني او مجلس الاداره او حتى بين جماهير النادي الاهلي، انه الاهلي بيحب يكسب باقدام لاعبيه وبجهد لاعبيه، مش انت مش منتظر هدايا من احد. وانا بقول انه مش عارف الفير بلاي بيقول لعب النظيف، ان انت تشكر اي فريق يلعب بهذا المبدا، ما تلوموش. يعني ما اجيش اقول مثلا هما ليه بيلعبوا كده، هما ليه موتين نفسهم على الكوره كده. ما هو طبيعي حتى لو هما مش بينافسوا على حاجه، خلاص الموقف بالنسبه لهم مستقر. انما هو عايز يلعب يقدم مباراه كويسه لاسباب عنده، وانت في نفس الوقت عندك هدف. اعتقد انه الهدف عند النادي الاهلي هدف اكبر، فده يستلزم من كل لعيب هيتم اختياره في التشكيل ان هو يبذل اقصى ما عنده، دون النظر بقى للاعتبارات اللي يعني اللي هي خارج الملعب. انت بتلعب مباراه عايز تكسبها، والله كسبتها خدت بيها الدوري اهلا وسهلا، ما خدتش بيها الدوري والمنافسه مستمره، عندك مباراة مع المنافس بتاعك يوم الأحد القادم. معايا؟ يعني أنت لازم الأمور تبقى متاخدة يعني خطوة خطوة، ستيب باي ستيب. إن أنت مالكش دعوة بمباراة الزمالك دلوقتي، أنت بتركز ومالكش دعوة الزمالك فقد المنافسة، فقد الـ 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 الأمل في المنافسة ولا ما فقدش، ما يخصكش. صح ولا انا؟ لا مظبوط، دي نقطه مهمه جدا، ودي اللي احنا كنا حريصين نوضحها لجمهور النادي الاهلي، ان احنا دايما بنبص على نفسنا فقط، بنبص على نادينا فقط، نبص على مباراتنا. أيوة. مباراه تساوي بطوله، لسه المباراه ما انتهتش، لسه المباراه هتبدا. بالظبط. وزي ما حضرتك عارف ان مع نهايه صفاره الحكم بيتم حسم النتيجه واعتمادها، لكن مباراه تساوي بطوله يا استاذ جمال، هل شايف ان ضغط المباراه ممكن ياثر على لاعبي النادي الاهلي؟ ولو مش هيأثر، ازاي النادي الاهلي ولاعيبته هيتعاملوا مع المباراه؟ ومش اول مره الاهلي يبقى موجود في تحت مثل هذه الضغوط. شوف، هو طبعا مهم جدا مساله اللعب تحت ضغط. حلو. يعني اعتقد ان لعيبه الاهلي عندهم تجارب سابقه كتيره جدا للعب تحت ضغوط مختلفه. كويس. وبالتالي انا من هنا بقول انه التركيز يجب ان ينصب، يعني يجب على الجهاز الفني والجهاز الاداري في فريق الكوره ان هو يوصل هذه المعلومه بشكل فيه تاكيد كبير لكل اللعيبه على ان انتوا تبذلوا جهد في المباراه بكره او يوم الاربعاء ان شاء الله، على اساس تكسبوا المباراه. وبقيه النقط بقى والفرق بينك وبين سيبك منه دلوقتي، هو لان لو اللاعب او لو الفريق فكر في الحسابات دي كلها ممكن ده ياثر سلبيا عليه. انت كل الهدف دلوقتي انت بتلعب عشان تكسب المباراه، ممكن بعد ما تكسب المباراه تلاقيك خدت الدوري. صح صح طبعا. ممكن تكسب المباراه وتلاقي نفسك لسه الحسم مش هيبقى دلوقتي، هيبقى في المباراه الاخيره. ايا كان، يجب تخفيف الضغوط على اللعيبه. يعني وهم في الملعب يوم الاربع هم نازلين عارفين انه هدفهم ان هم يكسبوا هذه المباراه، فالضغط يبقى اخف عليهم، غير ان هو يبقى نازل ده مباراه ومباراه بطوله، واذا ما كسبناش مش عارف ايه، هيحصل كذا هيحصل كذا، ده كله بيوتر اعصاب اللعيبه وبيخليهم كمان الأداء اللي هو بيبقى متأثر بالناحية العصبية قوي بيبقى أداء غير منضبط وأداء
مش دقيق يعني، ممكن ده بيأثر على عارف العضلات بتاع اللعيبة، بيبقى عاوز يباصي، عاوز يشوط، عاوز يطلع كورة يشتت هجمة للفريق المنافس، ممكن يبقى فيه أخطاء. فهو المفروض دلوقتي أعتقد أنه دي عملية تأهيل، التأهيل النفسي لهذه المباراة مهم جدا حتى لا يحدث أي تأثيرات سلبية للضغوط المحيطة بالمباراة. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في نقطة مهمة جدا وهي الضغوطات النفسية على لاعبي النادي الأهلي بما انها مباراة بطولة، هل حضرتك شايف ان ده دور الجهاز الفني، دور الجهاز الفني والإداري، ولا دور الجهاز الفني والإداري والطبي؟ طبعا. وفي نفس الوقت هل الكلام لازم يكون كتير الفترة اللي جاية ولا الكلام خلص ما بقاش فيه كلام؟ لا الكلام اعتقد انه الكلام خلص، بس الجانب الإعداد النفسي ده بيفضل مستمر لغاية المباراة، يعني لغاية المباراة نفسها الإعداد ده مفروض يبقى شغال، انت بتساعد اللعيبة على ان هم يخففوا الضغوط اللي عليهم عشان يعرفوا يركزوا. يعني ما هو انت هي مباراة بطولة كويس، لكن في نفس الوقت شيل منها كل المشاكل اللي حواليها هتركز فيها كمباراة. يعني ما يبقاش في بؤرة الشعور، يعني اللاعب نازل عارف انه لو ما كسبش هذه المباراه او تعادل او هتعطله، لا هو يركز كويس قوي اولا في تحقيق الفوز كويس، وده مش عمليه مش مستحيله لانه حتى من غير مدرب مفروض اللعيبه مع بعض يبقوا متفاهمين هذه الظروف ويتعاملوا على اساسها، وهم عندهم خبرات قديمه يعني فيهم لعيبه كبار وعندهم هذا الاحساس يعني بس فدي مهمة نقطة يعني. طيب تعالى حضرتك نقرب أكتر من الفريق الأول ونروح للزميل العزيز شريف شعبان علشان يطمنا على كل ما هو جديد في تدريبات النادي الأهلي. شريف برحب بيك. برحب بيك يا زميل عمر، تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكبير طبعا الناقد الرياضي الكبير أستاذ الدويري ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا. شريف عايزين نعرف منك ونطمن من خلال وجودك في مقر النادي الأهلي في الجزيرة على آخر الأخبار والاستعدادات للمعسكر ومباراة المقاولون العرب. بنقول لك ان التمرين النهارده كان في السادسة مساء وكان بكره التمرين كان هيبقى 9 صباحا ولكن تم تغيير الميعاد الى الرابعة عصرا، ومن بعد هذا التمرين هيكون في السفر المبيت في برج العرب ليلة مباراة المقاولون العرب، ومن بعده معسكر الكرة الى مباراة الزمالك يوم الاحد المقبل. يمكن النهارده كان في محاضرة لمستر لاسيرتي ووقف الجهاز حوالي 10 دقائق مع اللاعبين، اتكلم فيها عن ما حدش خالص يتكلم عن مباريات الخصم او يتكلم عن مباراه القمه، التركيز فقط في مباراه المقاولون العرب، التركيز على الحصول على الثلاث نقاط في مباراه المقاولون العرب ومواجهه صعبه بكل المقاييس. المقاولون العرب هيلعب جيل وهو ما عندوش حاجه يبكي عليها، لازم احنا نستثمر الفرص وعندنا دواسع اكبر ان احنا نخلص الجيم وناخد الثلاث نقاط عشان نتوج بطوله الدوري. الدوري لسه ما انتهاش، الدوري لسه في الملعب، ما لهمش علاقه بكل اللي بيكتب على السوشيال ميديا، بكل اللي بيتعمل من الجماهير ان الدوري انتهى، الدوري لسه موجود في الملعب، لازم نركز، لازم نحصل على الثلاث نقاط علشان نهدف ناخد بطوله الدوري. يمكن كان المحاضره طويله جدا لمستر لاسيرتي حوالي 10 دقائق، من بعدها كان في اطالات اللاعبين وكان ثلاث دوائر، وكان الراجل النهارده اشتغل تكتيك كتير النهارده وبالمجموعه اللي ممكن تتشارك في مباراه المقاولون العرب. المصلح لجماهير النادي الاهلي النهارده شارك في تمرين رمضان صبحي، نزل احمد الشيخ ايضا شارك، محمود وحيد شارك. يمكن الناس النهارده كانت بتتكلم ان في ايقافات كتيره للاعبي النادي الاهلي في مواجهه المقاولون العرب، الايقاف الوحيد هو ياسر ابراهيم ولكن ايمن اشرف غير اللي كتب خالص، ايمن اشرف متواجد في هذه المباراه. يمكن خليني اقول لك الجديد ان اللعيبه منهم وبعضهم تعهدوا على فتح صفحه جديده مع الجماهير على الفوز في المباراه المقبله. اللعيبه اللي خارج المعسكر متفقين ما بينهم بعضهم ان هم يسافروا يوم مباراه المقاولون العرب علشان خاطر يبقوا مع زمايلهم في الملعب عشان خاطر يحسوهم على الفوز. الروح مختلفه خالص، الروح جوه النادي الاهلي، اللعيب اللي خارج الصوره خالص بيحس زميله اللي هو حاسس من طبعا من التمارين اللي هو قريب اللي ممكن يلعب ممكن يبقى احتياطي، بيحسوا على تقديم اداء قوي، على تقديم اداء يبقى في الفوز. يمكن التاهيل مستمر للاعب محمد محمود طبعا ما شاء الله، ما تقدرش تتفرج عليه في مرحله التاهيل، لا واقف على رجليه يمسك الخشب، حاجه ما شاء الله بتدل على نجاح العمليه. يمكن على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان والحراس الشناوي وعلي لطفي وشوبير واحمد طارق تمرينه قويه جدا
ويمكن طبعا الشناوي بيتألق وبيظهر او بيعلن جاهزيته طبعا لمباراه المقاولون العرب. الجلسات ما زالت مستمره، يمكن مستر لاسيرتي اجتمع النهارده فتره مع وليد سليمان، يمكن كان في اصابه النهارده العمار وخرج للاسف في اخر التمرين كده، هو عنده حاجه في انكل رجله ما قدرش يكمل التمرين، فالدكتور حط له بنج وربط له انكل رجله بس للاسف ما قدرش يقف على رجليه، فطبعا غادر التمرين وهتعمل له اشعه ويشوف عنده ايه. يمكن دي الاجواء داخل التمرين، زي ما قلت لك الكل متكاتف، الكل عنده امل باذن الله وفي عزيمه ان يكون يوم الاربعاء هو مباراه ترويج لصالح النادي الاهلي. زميل عمر اتفضل. طيب شريف، يمكن عايز اسالك على الحاله النفسيه للاعيب النادي الاهلي. انا شايف من خلال وجود كاميرات النادي الاهلي بشكل يومي ان اللعيبه يعني حتى في التعادل المنافس اللي انت اتكلمت فيه وقلت عليه ان حالة التركيز عالية جدا جدا جدا، الحالة النفسية للعيب النادي الاهلي، انا عايز اعرف من خلال وجودك ومن خلال قربك للعيبة، عايزك توصف لي وتنقل لي الحالة النفسية للعيبة اللي هي هيكون ليها عامل ودور اكبر في مباراة يوم الاربعاء ان شاء الله. بس عمر انا كنت حريص ان انا النهاردة اروح بدري واقعد شوية مع اللاعبين واعرف شوف بيفكروا ازاي بعد مباراة الامس. ما لهمش علاقه خالص، ما تفكروش خالص في المباراه، ما لهمش هدف واحد، مباراه المقاولون العرب، والكل بيحس نفسه على الفوز والظهور بشكل مشرف في مباراه المقاولون العرب، الكل بيحس نفسه انهم قدموا عرض قوي، عرض يخلصوا فيه الدوري، مركزين تركيز جدا، بقول لك الكل متكاتف، الكل اللعيبه كلها بتتكلم مع بعض، لازم نخلص يوم الاربعاء، لازم يوم الاربعاء من اول دقيقه نظهر بشكل قوي بشكل اللي احنا نخلص فيه الجيل في ال 90 دقيقه، ما نستناش لاي مطبات اخرى، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، الكل مركز تركيز، ما حدش شاغل نفسه باي يعني حاجه خارجيه باي فرق منافسه، ما حدش مركز خالص مع اي حد غير مع نفسه، الفرقه كلها قافله على نفسيه، الفرقه كلها عاوز تقدم عرض مشرف، عرض قوي، وانا بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي باذن الله باذن الله توفيق بس يكون موجود، وباذن الله يوم الاربعاء هتلاقي النادي الاهلي كبير، كنت معاهم في المعسكر في اسبانيا شفت حاله اللي طبعا طبعا الحاله اللي ظهروا عليها لعيبه النادي الاهلي، كل ده مستثمرين الفتره الاخيره وباذن الله يكلم مجهودهم ومجهود المعسكر طبعا يعني اللي كان ناجح جدا في اسبانيا، ويكون يعني نتائجه باذن الله مباراه المقاولون العرب والفوز فيها وتتويج بطوله الدوري المحبوبه لدى لعيبه النادي الاهلي وجماهيره العريقه. شريف، يمكن انا عايز اسالك اخر سؤال عن جمهور النادي الاهلي والاعضاء اللي موجودين داخل جدران النادي، واحد عاش وتربى جوه النادي الاهلي ودايما عارف ارتباط الجمهور والاعضاء بالحاله اللي عليها اللعيب، وانا يعني اعتقد وانا عايز اعرف منك ايضا حاله الاعضاء ايه، حاله الجمهور عامل ازاي، هل هم على نفس درجه الاستعداد اللي بيكونوا عليها اللعيبه ويعني بيستعدوا لمباراه يوم الاربعاء مركزين يعني مساندين الفريق بشكل قوي، ولا الحاله النفسيه ايضا والمعنويه للجمهور الاهلي والاعضاء داخل النادي عامله ازاي؟ بص النهارده التمرين شغال، وامبارح واول امبارح التمرين شغاله، فيها اعضاء كتيره جدا بتحضر التمرين، اللاعب وهو خارج في اي مكان الناس تصور معاهم الدوري، ماتش الدوري، ماتش يوم الاربعاء، كل بيحس لعيبه النادي الاهلي على مباراه، حاجه رائعه جدا، الكل بيتكلم في مواجهه يوم الاربعاء، يمكن اللعيبه تتمنى كانت بتتمنى مواجهه الاربعاء تكون النهارده مش يوم الاربعاء، يعني كل اللعيبه مستعجله عاوزه تلعب المباراه النهارده قبل بكره، بطمنك وباذن الله خير، بس احنا محتاجين التوفيق بس يكون معانا يوم الاربعاء، وباذن الله باذن الله باذن الله هيكون النادي الاهلي في الميعاد، وباذن الله النادي الاهلي يقدر يفوز على فريق مقاولين العرب المحترم، الفريق العنيف اللي بيدربوا ابن ابناء النادي الاهلي، والنهارده مستر لاسيرتي حذرهم من خطوره المقاولين ومن ان الجهاز الفني اهلاوي، ان الجهاز الفني هيلعب بكل قوه علشان يقدر يحرج النادي الاهلي، وحذروا من خطوره المقاولين، ان نتفرج على المقاولين وفرقه قويه جدا وما عندهاش فعلا دوافع، ما عندهاش الضغط اللي ممكن يظهروا بيه قدام النادي الاهلي، الاهلي هيكون مضغوط، حذرهم من كل هذا، وباذن الله لعب النهارده عهده وتكاتفه ان يكون يوم الاربعاء الفوز والتتويج بطوله الدوري الممتاز. يعني يا شريف حمستني جدا، وانا عايز ان انا العب الصراحه مباراه يوم الاربعاء ده من كتر الحماس اللي موجود في المكالمه والاخبار والنقل اللي بتنقله لي وبتنقله لكل الساده المشاهدين، فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وبشكرك على كل اللي قلته، وان شاء الله مباراه الاربعاء تكون مباراه الثلاث نقاط ومباراه التتويج باذن الله تعالى. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من مقر الجزيره، بشكرك شكرا جزيلا. يعني استاذ جمال انا فعلا واحد متحمس، والواحد كان نفسه يلعب المباراه دي، لا هو شريف علشان خاطر يعني من كتر الحماس اللي موجود في صوت شريف والحاله المعنويه عند الاعضاء والجمهور، انا عارف الحاله هتبقى عامله ازاي، وانا عارف ان لعيبه الاهلي قد ايه رجاله
وعارف دايما او انا عندي دايما كده معادله او حاجه بقولها ان جمهور الاهلي دايما جمهور بيتكلم بصفه الجامع استاذ جمال، جمهور مش بيتكلم بفرديه، جمهور عارف هو كلامه يبقى عامل ازاي، كل جمهور على السوشيال ميديا الا نادرا جدا جدا. مباراه الاربع مباراه مهمه جدا، مباراه الحسم لسه المباراه او لسه البطوله ما انتهتش، لسه البطوله في الملعب، ثلاث نقاط المهمين اللي جايين دول هيخلونا ان احنا نحسم بطوله الدوري ونستعد للقمه ونستعد للبطوله الثانيه هي مباراه الاهلي والزمالك. هل عندك تعليق على كلام شريف ولا هو الحقيقه ان هو يعني قال برضو ان مستر لاسارتي عمل محاضره ركز فيها على الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، مالكوش دعوه باي نتائج، مالكوش دعوه بالسوشيال ميديا، لان انا عايز برضو بس انت مش هتفتكرها لان لا انا فاكر لا حصلت كان زمان بس قبل ما تتولد هكون فاكر برضو لا بابا اللي فاكر انه كان دايما في يعني سهل ان انت تتحكم في لعيبه زمان، بمعنى ايه؟ ان انت تقدر تقفل عليهم في النهارده ميديا. ما كانش في سوشيال ميديا، يعني انت عندك جرايد، عدد الجرايد محدود، عندك مفيش مواقع، مفيش سوشيال ميديا. بس انا عشت شويه صغيرين كده ما كانش في سوشيال ميديا، عشت شويه كده. لا طبعا يعني ما هو السوشيال ميديا يعني مش قديم قوي يعني 2008 2007 يعني 10 سنين مثلا بالكتير، لكن انا بتكلم عموما الاجواء داخل اي معسكر لفريق كوره مثلا كان مختلفه عن دلوقتي. طبعا ليه؟ النهارده اللعيبه معاها موبايلاتها، معاها 500,000 وسيله، فدور اللعيب مهم جدا ان هو يحمي نفسه من تاثيرات السوشيال ميديا، مش لازم حد هو اللي يراقبه. يعني انا اذكر اللي هي بقى في 2008 وقبلها يعني قبل السوشيال ميديا كان لغايه بيتراقب معسكر الفريق، يعني لو لعيب خرج كل حاجه بيدخلوه جوه المعسكر تاني. صح. انما النهارده ممكن لعيب يبقى دماغه هو جوه المعسكر ودماغه بره عن طريق الموبايل، عن طريق ايوه بالظبط، بيبقى يعني عارف حاله كده موجوده. ولذلك اللعيبه نفسها عليها دور مهم قوي، اجل كل حاجه، ابعد نفسك عن اي تاثيرات خارجيه يعني خارج المعسكر او خارج المهمه اللي انت فيها، وما تشغلش بالك بقى بالحسابات اللي احنا بنقول عليها، ده المنافس كذا، ده عمل كذا، ده مدرب الفريق مثلا. النغمه اللي ماشيه دلوقتي ان كابتن عماد النحاس وهو راجل محترم طبعا غايه في الاحترام، جميل ولا يلعب جميل. ولا يلعب الا لعمله يعني وبشرف طبعا، لانه هو فير بلاي بقى 10 على 10 راجل محترم. فمساله السوشيال ميديا يعملك ازاي؟ يرمي لك المعلومه يقول لك اصل عماد النحاس كده خبر كلام كده على البوست واحد كاتبه، عماد النحاس مدربا عاما للاهلي الموسم القادم. اي حاجه عندك مثلا اصل جهاز الجونه كله من الاهلي ولاعيبته كلها من الاهلي. طب ما هو طبيعي الانديه غير الاهلي والزمالك هي بتاخد من الاهلي والزمالك، تمام؟ طبيعي. فيعني وهتلاقي الاجهزه مين؟ هتلاقي برضو كباتن من الزمالك موجودين في كل الانديه هم اللي بيدربوا. فلو قعدنا احنا للقصه بتاعت اصل يعني هي دي اسمها قنابل دخان. دي قنابل دخان اللي هو ترمي القنبله الدخانيه دي عشان تعكر الجو، واخد بالك؟ وتاثر زي الهجوم على الحكام قبل ما الماتش يتلعب. لما يجي حكم اسمه يتقال ده انا ما بحبش دي على فكره، ده يقول لك مثلا مش هقولها على الاهلي والزمالك، هقولها على المنتخب. يقول لك احنا حظنا حلو مع الحكم ده. مفيش كده. يعني 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 يقول لك ان احنا كسبنا كذا مباراه مع الحكم الفلاني الافريقي. طب وبعد ما نخسر او بعد ما في المنتخب لا نوفق ما انا بقول حظنا وحش لا يعني ده. كلها تعبيرات محفوظه ومعلبه وبتترمي كده وخلاص. فاعتقد ان النهارده لعيبه الكوره ولعيبه الانديه بقى عندهم شبه حصانه او مناعه ضد هذه الايه؟ القنابل الدخانيه. طيب نرجع لمباراه المقاولين تاني؟ اتفضل.
طيب. احنا برضو كنا في مباراة المقاولين. لا يعني. بس انا عايزين نتكلم على مباراة المقاولين من حيث الجاهزية الفنية بقى. طيب طيب. عايز اسال حضرتك واخد راي حضرتك بما انك موجود معايا. يعني بسم الله ما شاء الله معظم لاعبي النادي الاهلي مستعدين. الاصابات محدوده لكن يتبقى اعتقد ثلاث لاعبين غير متاحين مع النادي الاهلي خلال الموسم الحالي او المباراتين اللي جايين. بتكلم في عمار حمدي، بتكلم في مؤمن زكريا، بتكلم في حسين السيد. هل حضرتك شايف يعني ده سؤال انا عارف ان حضرتك انا عارف اجابته بس اصل لازم اسال حضرتك فيه. ماشي اتاكد من الاجابه طبعا. الجزء الفني، هل مستر لاسارتي استقر على ال 18 واحد اللي موجودين في القايمه؟ وهل استقر على ال 11 واحد اللي ان شاء الله هيخوضوا المباراه المهمه امام المقاولون العرب، ولا ممكن يكون عنده الامر تم حسمه لكن في لاعب او اثنين يعني على الاكثر ممكن لسه مش مستقر عليهم؟ ايه بالظبط كده، هو لا يمكن يكون لغايه دلوقتي مش عارف ال 11 لاعب، او يعني لو اتكلمنا على ال 18 لاعب هو عارفهم بس ما بيعلنش ليه اي مدير فني، لانه لسه فاضل يوم او يومين على المباراه. وارد جدا ان اي لعيب ها يا اما يطلع لا قدر الله اي اصابه مفاجاه فهو ما يخسرش بقيه اللعيبه. يعني لا، هو ايه حكمه انه الفريق او التشكيل بيعلن قبل المباراه بساعات، ان هو يخلي كل اللعيبه جاهزه بس هي استاذ كمان مش عندها مدارس. حاله تنافسيه بس في نقطه بقى قبل ما تقول. طب قول الاول. مش مدارس؟ لا، هو في مدربين ممكن يعلن قبلها بسنه. لا يعلن قبلها بيوم. انا في السنه دي كتير. لا هقول لك، بس انا في مدربين بس مش هقول اسماء طبعا. كنا لما نسافر معاهم يديك التشكيل يديني التشكيل من اول الرحله في الطياره بص بقى مش هنتعب بعض احنا هنلعب كذا. والله العظيم على فكره هي مش حاجه سيئه والله، ده مدرب خفيف الظل جدا واخد بالك عشان ما نتعبش بعض. بص لا ويقول لي بص التشكيل اللي انا مستقر وخد التغييرات لا التشكيل. وعلى فكره على فكره انت ما تستبعدش ده بس هو ما يقولوش. يعني المدربين اغلبهم، مش هقول اغلبهم، كلهم تقريبا ما بيعلنهمش. ليه؟ لانه هو عامل حساب الساعات والايام اللي قبل المباراه. طبعا سؤال هنا، هل الايام اختلفت والجيل اختلف ان المدربين بقت مقتنعه ان اللعيبه اللي موجودين في الوقت الحالي بعضهم ممكن، بتكلم بشكل عام ممكن لا يتحمل مسؤوليه لو عرف ان هو مش موجود في بدايه المباراه، وبالتالي ممكن يسهر، ممكن ما يكونش مركز، ممكن يكون خارج عن التركيز عن المباراه بشكل او باخر، وبالتالي هو بيكون حريص على انه ما يعلنش عن التشكيل غير قبلها بساعه غير الاجيال اللي قبل كده حضرتك بتتكلم عليهم. لا هو بيحتفظ بكل طاقه جوه اللعيب حتى مش حكايه انه يسهر او يبقى غير مهتم بالمباراه لا، مجرد الجاهزية النفسية. حلو. ان هو يفضل عنده الامل ان هو يبقى في الفريق في التشكيلة الاساسية. ده ما هو هدف. فالمنافسة اللي بتحصل جوه التمرين ممكن اللعيبة تبقى عارفة مين المرشحين. اللعيبة نفسهم من شكل التدريبة او التمرينة بيبقى عارف مين المرشح ومين اللي بره. كويس؟ بس عشان ما بتعلنش بشكل نهائي بيفضل هو عنده الامل انه يدخل التشكيله. كويس؟ انما اي مدير فني عارف تماما، يعني مش هتلاقي النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي مختلفه بنسبه 50%. لا يمكن. لا يمكن، مش هقول لك 100%. يعني هو عارف هو يلعب بمين، التشكيله الرئيسيه ما هي معروفه. كويس؟ انما الخلاف بيبقى على حاجات، ها مركز او مركزين، ممكن اتنين يبقوا في حاله فنيه جيده جدا بس هو بيختار واحد منهم لاسباب هو محتاج له، يعني محتاج للسبب ده في المباراه. يعني في لاعب ممكن يبقوا الاتنين زي بعض بالظبط بس هو ممكن يفضل واحد عن التاني لاسباب تخص طبيعه المباراه، طبيعه المنافس، الخصم يعني اللي هو بيلعب ضده. ف هي الفكره كلها انه يعني ما تجيش تقول لي مثلا النهارده انه لاسارتي مش عارف ال 18 لعيب او ال 11 اللي هيبتدي بيهم. هو عارفهم طبعا، واكيد يعني كل الفرقه بتبقى فاهمه
انه في تشكيل اساسي. انما افرض واحد تألق في فتره معينه في الساعات دي وفرض نفسه على التشكيل، على الاقل يستفيد منه على دكه البدلاء مثلا، او ممكن يبدل يبتدي بواحد، يعني ممكن يكون عايز يبتدي بحد فيحس ان مستواه اقل فيقعده على دكه البدلاء ويلعب واحد تاني. يعني عايز اقول انه القوام بقى اللي هو بيسموه قوام الفريق 100% هو عارفه، يعني مش هيجيب فرقه جديده. طب هل المعسكر اللي كان موجود في اسبانيا ده ممكن يكون هو السبب في انه ممكن ما يكونش مستقر على اسمين ثلاثه في ال11، وهو يكون سبب في تألق بعض اللعيبه اللي ممكن تضيف له القوة سواء في البداية أو على مقاعد البدلاء؟ لا هو مش المعسكر بس، يعني هو الفكرة إنه ده طبيعة الأمر. يعني ده طبيعة الأمر إنه هو يعني بمنتهى البساطة ليه ما بيعلنش؟ لأنه عارف إنه ده هيأثر نفسيا على مجموعة معينة من اللعيبة، هو مش عايز يفقدهم، عاوز يفضلوا باستمرار عندهم الرغبة في العطاء وحجز مكان في التشكيل يعني. طيب استاذ جمال، يعني اخيرا عشان نغلق ملف النادي الاهلي والمقاولين العرب، مش عايزين نتكلم زياده قوي علشان خاطر يعني المباراه انا عارف ان هي مباراه صعبه، مباراه قويه، مباراه احنا اتكلمنا عليها في النقاط المهمه اللي لازم جمهور الاهلي يكون عارفها وان شاء الله يكون على يقين بيها. لكن هل حضرتك شايف في بعض الوسائل اللي ممكن تزود من تركيز اللعيبه؟ وكمان عايز اتكلم معاك على اللعيبه الدوليه. اللعيبه الدوليه، هل حضرتك شايف ان التاثر السلبي بخروج منتخب مصر هل هيكون ليهم بعض الجلسات الاضافيه من الكلام؟ وهل هم خلاص بوجودهم في معسكر اسبانيا دخلوا مع الفريق بسرعه؟ فعايز اعرف الجزء الخاص باللعيبه الدوليين، وعايز اعرف الجزء الخاص بزياده التركيز عند اللاعبين. هل ممكن يكون في بعض الجرعات الزايده ويكون شكله عامل ازاي؟ شوف بالنسبه للاعيبه الدوليين، للاسف احنا ما طولناش قوي في البطوله في كاس الامم الافريقيه، فالطموحات ما كانتش وصلت لذروتها يعني، يعني احنا ما لحقناش كويس. فاعتقد الفتره اللي فاتت كانت كافيه جدا ان اللعيبه تخرج من الحاله، لان بيني وبينك يعني لما تشوف مستوى منتخب مصر بالمقارنه مع مستويات الفرق اللي احنا شفناها، لا نقول الحمد لله ان احنا خرجنا بدري. فلتنا من انا بكلمك ايوه فلتنا من انا بكلمك بصراحه، لان انت لو كملت انت عارف الخطوه اللي بعدها كانت هتبقى مع مين؟ مع مين؟ ما انا بقول عليك فلتت منيهم الحمد لله فلتنا. يعني كنت هتلعب اعتقد مع الجزائر، كنا هنلعب النهائي، كنا هنلعب مع في دور الثمانيه، كنا هنلعب يعني هفتكر الحركه، بص يعني على الخريطه يعني كنت هتخش على اللعب مع الكبار. ف يعني انت خرجت لان مستواك مستوى الفريق بشكل عام وانا هنا مش بتكلم على المستوى الفني بس، لا الجوانب المحيطه باعداد الفريق والمعسكر بتاع المنتخب ما كانش في احسن حال. كنا لعب نيجيريا، طيب كنت هتلعب يعني بقى الناحيه الثانيه كان الجزائر، وبعد كده لو تكسب هتقابل الجزائر، هتقابل الجزائر، فالدنيا كانت هتبقى صعبه. فانا عايز اقول انه ظروف الفرقه ظروف الحمد لله ان يعني جت على قد كده، الحمد لله انها جت على قد كده. كنا نتمنى ان احنا ناخد البطوله عشان تليق بمستوى التنظيم. طيب يعني انت نجحت تنظيميا الى اعلى درجه. طيب اللعيبه بقى نعمل معاهم ايه؟ اللعيبه هل حضرتك شايف ان هم وجودهم في اسبانيا ده في حد ذاته شيء ايجابي؟ وايضا هل ممكن نزود الكلام معاهم ولا خلاص الموضوع مش محتاج كلام، هم عارفين حجم وقدر المسؤوليه؟ اعتقد دايما في مبدا انا كنت مؤمن بيه اللي هو تجاهل، مش تجاهل لدرجه انك لا مبالاه، لا تجاهل يعني تقليل الحديث والحوارات الكتير. تمام، ممكن يبقى له تأثير إيجابي حلو قوي، اللي هو تجاهل القمة أهم حاجة ترفع بيها مستوى الاستعداد وتهدي التوتر اللي موجود. مظبوط، يعني هي مباراة كرة قدم 90 دقيقة، ها
احنا عندنا امكانياتك كذا 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 وهم عندهم امكانياتهم كذا كذا، لكن الرغي كتير فيها ممكن يبقى مضر. طيب معلش اخر سؤال خاص بالمقاولين العرب بقى، معلش من خاطر سؤال كده عايز اساله واعرفه من حضرتك دلوقتي. الدوافع عند المقاولين العرب انتقال احمد علي الى بيراميدز، عدم وجود طاهر محمد طاهر، كابتن عماد النحاس هيفكر ازاي في المباراه سريعا علشان نغلق ملف المباراه كامله؟ تمام. بص هي طبعا المباراه انا بقول لك انه عماد النحاس عماد النحاس كمدير فني بيحب يشتغل طبعا، بيحب ينجح كويس. فنمرة واحد ننسى خالص قصة الفير بلاي ان هو 100% يلعب المباراة بمنتهى النظافة. لعيبة المقاولين يهمهم يعني دائما اللقاء مع الاهلي هيبقى لقاء مهم، حتى لو ما كانش هيفيد المقاولين في حاجة جامدة يعني، انما انا متاكد برضو ان لعيبه المقاولين هتقدم مباراه برضو في الفاترينا بتاعتهم تحت الموسم بالظبط. وبعدين ما تنساش بقى انه بعد توقف الدوري المده دي كلها انت لاحظت ان الجونه مثلا راجع بشكل مختلف صح، فممكن جدا تلاقي المقاولين راجع رغم الغيابات انما راجع بشكل مختلف، دي نقطة مهمة جدا. جدا يعني الحذر، كل الحذر من ايه؟ من النيو لوك او الشكل الجديد، او بعد ما اللعيبة ارتاحت من الارهاق بتاع الدوري طبعا، خدوا راحة طويلة كأنه بادئ موسم جديد، ما انت كده ملحق للموسم تمام. فده ممكن يبقى لازم يبقى فيه حذر من جانب لعيبة الاهلي في هذه المباراة، لأنه ممكن المقاولين بقول لك يبقى بداية جديدة خالص بالنسبة له. طيب إن شاء الله كده نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله، نتمنى الفوز وحظ الثلاث نقاط إن شاء الله، والفوز ببطولة الدوري رقم 41 والفوز ببطولة الدوري جاية ما تقلقش إن شاء الله. وعشان حسام عاشور قال لي إن الدوري ده مهم جدا بالنسبة لي علشان يعني هيبقى الدوري الـ 12 ليه، وبالتالي هي بطولة مهمة جدا جدا للكابتن حسام عاشور إن شاء الله. ننتقل إلى ملف الكرة المصرية والمنتخب ومستقبل الكرة المصرية. حضرتك تعلم جيدا وكلنا عارفين إن كان في اجتماع اليوم بين العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم بالأعمال في اتحاد كرة القدم وممثلي الدرجة الثانية في الدوري المصري. اكيد كان في بعض الكلام اللي عايز اخد راي حضرتك فيه. الكلام بيقول ان يعني الانتخابات او في اتجاه بيقول ان الانتخابات او مقترح ان الانتخابات تكون بعد سنه، لكن كان في بعض الكلام على ان الانتخابات تكون بعد 3 شهور طبقا للوائح وطبقا للمعايير وطبقا لكل الوثائق اللي موجوده في اللوائح والقوانين. رأي حضرتك مع أنهي اتجاه وإيه الأفضل للكرة المصرية علشان خاطر نتمنى أن احنا ننتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة يكون فيها رقي بالكرة المصرية إلى مستقبل أفضل وإلى تحقيق إنجازات أفضل من كل الأعوام السابقة. رأي حضرتك في أنهي اتجاه؟ شوف أنا أولا اللي ملاحظه، أولا أنا مع أنه يبقى فيه مجلس او اداره مؤقته لاتحاد الكوره لمده سنه. حلو. ليه؟ عشان مش يفضل الوضع كما هو عليه لحد الانتخابات ايا كان بقى. طيب. يا اما يبقى فيه لجنه، يا اما يبقى فيه لجنه يا اما يبقى فيه اداره مؤقته من جانب العميد ثروت سويلم. اوكي ايا كان بقى اللي يتم اختياره، عشان الانتخابات تجرى في موعدها اللي هو بعد سنه، بعد الدورة الأولمبية في 2020. إنما أنا اللي قلقني أهم أكتر من ده كله هو تنقية، مش تنقية عشان ما تبقاش شكلها بايخ، تقليل عدد أعضاء الجمعية العمومية. طب وده ممكن يحصل؟ طبعا حصل قبل كده. كابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله خطوة كبيرة قوي، لازم نبعت للاتحاد الدولي. كابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحة لما كان رئيس للمجلس المعين، انا فاكر ايام عمل الجمعيه العموميه مثلا 86 نادي
جميلة جدا دي. أيوة دي جميلة. أيوة جداً. ليه بقى؟ مش تقليلا من أحد، ولكن لمنع مسألة الفتة والتلاعب، الفتة الانتخابية. ليه إيه الفتة الانتخابية؟ إنه النهاردة كل ما تكون الأندية كتير أو أعضاء الجمعية العمومية كتير، المسائل بتبهوأ بتوسع، فبيبقى صاحب الحظوة ناس اللي هما بيقدروا يجيبوا الأصوات دول. ده ليس تقليلا من الناس دول، بس أنا بقول الواقع. النهاردة بيبقى البطل الهمام اللي هو رقم واحد في الجمعية العمومية مين؟ اللي يقدر يلف على المجموعة دي كلها ومصاحبهم وكلام ده كله. لازم العدد يقل جدا. يعني الأندية وليكن الممتاز ألف والممتاز به مثلا، كويس، هما دول اللي يبقوا في الجمعية العمومية، الباقي موجودين وياخدوا حقوقهم وكل حاجة. في التقرير اللي يعني اللي بعتهولي بيان، يعني اللي بعتهولي النهاردة الأستاذ أسامة إسماعيل اللي هو مدير المركز الإعلامي، لقيت أنه في كلام أنه قرر الاتحاد تشكيل لجنة، بس أنا قلقان بقى من الكلام ده. طب حضرتك اقراه لنا كده يا أستاذ. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثاني والثالث. حلو. جاء ذلك خلال الاجتماع الودي الذي عقده اللواء ثروت سويلم مع عدد كبير من أعضاء الجمعية. المهم يعني وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كل من سمير موسى وهرمس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء لمعاونة اللواء ثروت سويلم. وهكذا بقى أخش على أسماء تانية اختار أعضاء الجمعية كل من محمود الشامي بدون ألقاب يعني، ومحمد الطويلة وعبد الرحيم إسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى اللجنة. أنا ابتديت أقلق من موضوع اللجان. كويس؟ يعني أنا خايف نخش، ها؟ كل الاحترام للأشخاص، لكن أنا الآن من تشكيل لجنة، ولجنة منبثقة ولجنة تابعة الموضوع محتاج مواجهة حقيقية، ماشي، من الجمعية العمومية نفسها. كويس؟ وإذا ما كانتش الجمعية العمومية نفسها لها رغبة في هذا، لابد أن يفرض هذا الكلام من خلال تغيير النظام الأساسي للاتحاد. ما فيش مشكلة. فالمسألة محتاجة تدخلات جذرية. جذرية بمعنى أنه أنت تجيب بقى تقلب الأرض، عارف لما بيجوا يزرعوا بيقلب الأرض ويحفر ويعمل وبتاع، فبتطلع إيه حاجات جديدة. أستاذ جمالة معلش أنا الوقت بيجري مع حضرتك بسرعة جدا جدا جدا، أنا عايز يعني أسأل حضرتك بما إن حضرتك ناقد كبير وكاتب كبير جدا في الصحافة المصرية، عايز أعرف حضرتك قلت كان نفسنا منتخب مصر يفوز بالبطولة علشان يعادل التنظيم الرائع، لكن عايز أعرف من وجهة نظر حضرتك المكتسبات اللي مصر كسبتها من خلال تنظيم البطولة ومن خلال وجود بطولة أمم أفريقيا 2019، عشان أنا عايز أقول يعني من أهم المكتسبات السياحية بعد ما حضرتك تقول رأيك. شوف، أولا المكاسب كتيرة جدا، ولذلك يمكن النجاحات اللي تحققت في التنظيم خلت الناس ما تزعلش. يعني أنت لو مش تشارك في بطولة خارج مصر هيبقى الهدف الأساسي بالنسبة لك هو اللقب، صح؟ لكن هنا في مصر أنت عندك هدفين مهمين جدا. الهدف الأولاني اللي هو التنظيم، الهدف الثاني أنك تنافس على اللقب. لم يتحقق المنافسة على اللقب، بس عايز أقول أنه بصراحة لم نكن نستحق من بداية اختيار أجيري، وإحنا اتكلمنا في الجزئيات دي قبل كده. بس انا عايز اعرف انا عايز اعرف عشان خاطر انا من عايز بدايه انا 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 عايز اتكلم في المكتسبات ليه، علشان خاطر احنا يعني لا دي انا بقولها لك ببساطه. لا انا عايز اعرف حضرتك حاجه قدام حضرتك. احنا فرانك ريبيري كان موجود في نهائي البطوله الافريقيه، تمام، بيساند منتخب الجزائر كونه واحد من الاصول الجزائريه، وبالتالي النهارده كان في زياره للاهرامات هو وعائلته، وبالتالي دعايه مصر ببلاش. لا دي قصه في كل العالم، وجود صور على الانستجرام ووجود صور على الفيسبوك، فانا اعتقد ان احنا لما نعرض الصور هنعرف قد ايه ان احنا بلد كبيره قوي، بلد عظيمه جدا زي ما حضرتك شايف.
بص يا فندم ده حضرتك استاذ جمال فرانك ريبيري من امام الاهرامات وبالتالي عدد المتابعين الفاضل انت عندك انا عايز اقول لحضرتك حضاره ها الاف السنين انا عايز اقول لحضرتك اي حد بيجي اول حاجه بيعملها ايه ان هو بيزور ابو الهول والاهرامات يعني انا عايز اقول لحضرتك ان عدد المتابعين عند فرانك ريبيري اللي هو بالملايين طبعًا. اللي موجودين وبيتابعوا وجوده على السوشيال ميديا ووجوده امام الاهرامات وفي نفس الوقت هو كاتب بيشكر اهل مصر وبيشكر زي ما حضرتك شايف يعني بيتكلم في لغه يعني thanks for the people of Egypt for the warm welcome had a wonderful time I really appreciated visiting the capital museum of Cairo with my family and having the possibility to visit the world wonders بكام على الاهرامات بيشكر كل الناس على الترحاب الحار جدا بيشكر الناس على وجوده عارف في زيارة العاصمة عارف زيارة وجوده. مصر عارف زيارة مصر تقدر طبعا. تقول عليها ايه احنا مش حاسين لسبب انت كل يوم بتعدي على الاهرامات ومش واخد بالك صح لما بنسافر خارج يا كابتن عمر عارف الحلم عارف الدريم اللي هو الحلم للناس حتى الناس العاديين اللي هم بيدرسوا يقولك حلمهم ايه الاهرامات وابو الهول وايجيبت كمان زار المتحف المصري الجديد عشان كده بقول لحضرتك احنا لو هنبص على مكاسب لا طبعا رهيبه مكاسب كتير لا فعشان كده بقول لحضرتك ده من ضمن المكاسب جياني اللي احنا انفانتينو بنعملها دعايه ببلاش قال ايه او بيعملوا دعايه ببلاش لا جياني انفانتينو لما زار الاهرامات والمتحف قال ايه ان المصريين كانوا بنيين الاهرامات والعالم عايش في اكواخ صح يعني في كشاك يعني علشان كده بقول لحضرتك ان المكتسبات في ظل خروج منتخب مصر يتبقى المكاسب الكبيره زي وجود نجم جديد عندك زي فرانك ريبيري وجود ريبلي. النجوم دول ده والاساطير الافريقيه اللي جم زاروا مصر والدعايه العالميه المجانيه الدعايه العالميه كمان المجانيه كمان وجود راموس في الفتره اللي كان موجود نجوم فيها نجوم كره القدم طبعا العالميه اللي جم والافريقيه كلهم ده اضافه جامده جدا عندك كمان مشروع اللي هو تذكرتي وعوده الجماهير لو اتطبق بالشكل اللي احنا شفناه اعتقد هيطبق ان نقدر شاء الله ان شاء الله حسب تصريحات الشركه إن شاء الله. او الناس المسؤولين تمام. قالوا ان ده ممكن يطبق باذن الله مع الموسم الجديد بطوله كاس مصر ولا بعديها لا اعتقد الموسم الجديد تمام. عشان برضو تتخذ اجراءات معينه يبقى تمام عايز اقول لك كمان الانجازات بقى الارقام اللي اعلنت إن البطولة اتكلفت كام؟ أظن مش عارف 70 مليون جنيه عملت 83 مليون دولار. مكاسب ده رقم أنا قريته طبعا رقم أنا قريته فده معناه إنه برضو أنت كسبت إضافة إلى إعادة إحياء وتجهيز الاستادات. يعني أنت كان عندك ست استادات على مستوى عالي جدا دول إضافة للبنية التحتية للرياضة المصرية كويس يا ريت نحط عليهم بقى مش نبوظهم يا ريت الصيانة واعتقد الدولة عاملة خطة للصيانة جامدة جدا يعني فدي كلها مكاسب عندك 24 ملعب اللي هم كانوا بتوع التدريبات للفرق ما دي ملاعب برضو واخد بالك في امور كتيرة جدا غير بقى الجوانب السياحية والدعائية والإعلانية والإعلامية اللي انت حصلت عليها استاذ جمال عايز اسال حضرتك يعني بما ان احنا بنتكلم في سياق الكره المصريه نعم. انا عندي نقاط كثيره جدا لكن اهمها ممكن حضرتك تنصح بايه اعضاء الجمعيه العموميه اللي هيكون ان شاء الله ليهم دور سواء اللائحه سواء اللائحه اتعدلت ولا لا 86 نادي ولا 200 وشويه نادي تنصحهم بإيه في اختيار المجلس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم؟ أنا عايز أقول كلمة مزنوق جدا فيها لازم أقولها أنا بقول لأعضاء الجمعية العمومية اللي أنتوا بتاخدوه من اتحاد الكورة ده حقكوا أصلا حقكوا أساسا وحقكوا أكتر منه أضعاف مضاعفة يعني الأرباح والمكاسب اللي بيحققها الكرة المصرية متمثلة في اتحاد الكورة دي فلوسكو يعني ما ينفعش ان انا كمجلس اداره اتحاد الكوره افضل مخلي الفلوس دي اديها لهم في العيد
في الوقفة. ما ينفعش الكلام ده، كلام فارغ. دول حقوق إن الناس مفروض تاخدها يا عمر بشكل منتظم وبشكل فيه كرامة. يعني أنا ولذلك بقول لأعضاء الجمعية العمومية ثقوا إن الفلوس اللي انتوا بتحصلوا عليها الإعانات دي دي حقكم، فاختاروا اللي انتوا عايزينه. ما تختاروش اللي يقول لكم انا هجيب لكم فلوس. مع احترامي يعني في اعضاء، في نفر قليل يعني ناس في مجلس اداره اتحاد الكره ما كانوش لهم قبل كده ذكر عالمي، يعني بقوا عالميين وافارقه وعلى المستويات. فعايز اقول انتم من تصنعوا النجوم، انتم اللي بتعملوا سواء نجوم الكوره سواء اتحاد الكوره كل ده. فثقوا في نفسكم وانتخبوا اللي انتوا عايزينه وشوفوا مين الافضل فعلا، عشان ما تخلوش الناس الملتزمه تبعد، لانه في ناس فقدت الثقه انها تحصل على ثقه الجمعيه العموميه. ناس كويسين جدا على فكره، نجوم كثيره في الكره المصريه دلوقتي يا عمر، تيجي تقول له انزل انتخابات اتحاد الكوره يقول لك ما اقدرش. ليه؟ معرفش. ما يقدرش ليه؟ معرفش، يقول لك ماليش فيها. ماليش فيها ايه يا كيمياء؟ طب لو حضرتك احنا بننصح دلوقتي اعضاء الجمعيه العموميه اتحاد الكوره، طيب ممكن تقول لهم او ممكن حضرتك تقول لي معايير الاختيار الاعضاء اللي تكون موجوده، رئيس واعضاء تكون عامله ازاي، او تنصح الاعضاء اللي هيتم او هيختاروا اعضاء جدد بشخصيات عامله ازاي، سماتهم عامله ازاي، شخصياتهم عامله ازاي؟ لا اقول لك اهم حاجه في الاختيار، الجمعيه العموميه هي التي زي ما قلت لك هي اللي بتصنع النجوم. تمام. محدش بيبقى مولود نجم ويعني بالبلدي كده يجبي عليهم يعني. انتوا اللي بتصنعوا النجوم. لو لقيت حد من اللي انت اخترته خرج عن الخط السليم، انت اللي المفروض تشيله في اقرب جمعيه عموميه. يعني دور الجمعيه العموميه يا عمر مش مجرد ان انا انتخبك، زي ما كان بعض الناس يقول لك ايه انتوا فاكرين الفقراء دول ايه، يعني دورهم ايه؟ يدوا الاغنياء صوتهم في الانتخابات. كانت جمله مشهوره قوي ليوسف شعبان الله يديله الصحه في احد افلامه، قضيه سميحه بدران، بيقول لمراته يعني يا عبيطه انت مش عارفه الاغنياء قصدي الفقراء دول فايدتهم ايه؟ بيدوا صوتهم في الانتخابات للانديه للاغنياء. فاهم قصدي؟ صح. فخليكوا واثقين في نفسكم، انتوا اللي بتنجحوا وانتوا اللي ممكن تغيروا. التقييم دايما يكون مستمر كل فتره، الجمعيه العموميه يبقى لها دور مؤثر، اي حد بيخرج عن الخط اللي انت انتخبته من اجله شيله. صح. خش عليه وصوت ضده. استاذ جمال بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، دايما بتمتعني وبستمتع بوجود حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخلي حضرتك. طبعا كل الاحترام والتقدير لاعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم، وكلنا عارفين ان هم ان شاء الله هيختاروا الشخصيات او المسؤولين اللي ان شاء الله هيكونوا قادرين على تصحيح مسار الكره المصريه. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه بعد الفاصل مع نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر الكابتن خالد العوضي في فقره الالعاب الاخرى، خليكم معنا. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في الفقره الاخيره في البرنامج الاهلي الليله. النهارده معانا اخبار كتيره جدا في متداوله بين لعيبه النادي الاهلي الموجودين النهارده في المنتخبات المصريه، وفعلا ما شاء الله عليهم هم سند قوي جدا داخل المنتخبات المصريه كلها في كل الالعاب. خلينا نروح لاول خبر معانا النهارده، وبطلتنا الكبيره اللي هي تحت 12 سنه هانا جوده. هانا جوده مسافره لبطوله العالم اللي هتقام في سلطنه عمان ان شاء الله باذن الله من يوم 25 يوليو الى 31 باذن الله. هي بطله العالم في المرحله اللي فاتت، وفي السنه دي ان شاء الله باذن الله تحافظ على لقبها بين ابطال العالم. كان سافرت لبطوله باكستان من شهرين، كانت سافرت عفوا لبطوله تايلاند للناشئين وقدرت تفوز بيها. هانا جوده من النجوم المتالقين والصاعدين بقوه في مجال التنس طاوله. هنروح للخبر الثاني معانا النهارده، وسداسي الاهلي بيقود المنتخب المصري في الكره الطايره بالفوز النهارده على بوروندي
على بوروندي في بطولة أفريقيا المقامة في تونس. ست لاعبين من النادي الأهلي مع ست لاعبين من النادي الأهلي بيكونوا مع منتخب مصر بيتواجدوا في تونس. بطولة قوية جدا، كان غايب نجمنا الكبير وكابتن منتخب مصر كابتن عبدالله عبد السلام للإصابة، لكن بقية الرجالة من النادي الأهلي ست لاعبين وبقية لاعبة منتخب مصر ما شاء الله عليهم ماشيين كويس جدا. كسبوا المغرب 3-1 وفازوا على بوروندي 3-0 في مجموعات قوية جدا. مجموعة مصر أصلها هتلاعب الكاميرون ودي أقوى مباراة في المجموعة، ولسه أصلها آخر منتخب الكونغو. المجموعة الثانية في البطولة بتضم منتخب تونس وتشاد وبتسوانا والجزائر، مجموعة قوية وحاجة مهمة جدا والتأهل لبطولة العالم. في كرة السلة سيدات برضو الكابتن إيهاب الألفي مدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة سيدات بيستعين بأربع لاعبات من النادي الأهلي عشان الانضمام لمعسكر المنتخب لبطولة أفريقيا في شهر 8 بإذن الله اللي هتقام في السنغال. كان المنتخب فاز في التصفيات المؤهلة قبل كده في أوغندا وكان قدر يكسب، وعندهم أربع لاعبات هم سرايا محمد ونور طلعت وهالة مصطفى وجنة مصطفى. بكده نكون خلصنا أخبار كرة السلة. هنروح للخبر المهم والخبر اللي مصر كلها بتتكلم عليه دلوقتي، وهو منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة ما شاء الله عليهم. النهاردة فازوا على فرنسا في خامس مباراة في المجموعة، خامس مباراة في المجموعة بتفوز عليها بنتيجة 32-27 ما شاء الله عليهم. يعني فعلا فرنسا أساسا بطلة العالم، بطلة آخر نسخة في تحت 21 سنة ومصر بتفوز عليها. كان حصل تألق يعني فعلا ما شاء الله تألق قوي جدا، يعني لعبوا مباراة قوية جدا، خمس مباريات لعبنا نيجيريا ولعبنا استراليا ولعبنا السويد وكمان لعبنا كوريا وفي الاخر لعبنا فرنسا. كانت نتائج مصر في المجموعه كالاتي: مع استراليا 44-17 ومع نيجيريا 47-30 مع السويد 32-22 وكوريا 38-36 واخيرا على منتخب فرنسا بطل العالم في النسخه الاخيره بنتيجه 27. منتخبنا بيضم خمس لاعبين هم عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد واحمد راضي وعمر كاستيلو وياسر محمد، زي ما احنا شايفين اهي النتائج اللي احنا قلناها لكم قدامنا على الشاشه. قائمه منتخب مصر بتضم، لازم نقول اسمائهم بصراحه لانهم ابطال فعلا، اول مره في تاريخ كره اليد المصريه ان يلعبوا خمس مباريات في المجموعه ونكسب الخمس مباريات. حتى بطوله العالم اللي كسبناها في مصر سنه 93 خسرنا ماتش في الدور الاولاني في ايسلندا، في 97 لما طلعنا ثالث نفس الكلام. يعني في الاخر اول مره يكون ده انجاز يتحقق، ان شاء الله كل امنياتنا طيبه ليهم بالتوفيق باذن الله. نروح لترتيب المجموعه قبل ما نروح للاسماء. ترتيب المجموعه: مصر بتتصدر المجموعه الثانيه في بطولة العالم، لعبنا خمس مباريات فزنا ما شاء الله بالخمسة، لينا 198 وعليه 137، 10 نقاط لمصر. التاني منتخب على طول السويد، خمس مباريات فاز في أربعة وخسر من مصر وليه 168 124 عليه وثمان نقاط. وفرنسا في المركز الثالث بخمس مباريات كسب ثلاثة وخسر اثنين، خسر من السويد وخسر من مصر وليه 199 هدف وعليه 126 وليه 6 نقاط. كوريا الجنوبية الرابع ونيجيريا الخامس وأستراليا السادس. بكده ما شاء الله نبارك لهم لأنهم عندهم مباراة مهمة جدا يوم الأربعاء إن شاء الله لسه مع منتخب صربيا. نروح لأسماء منتخب مصر والجهاز الفني، فعلا لازم هم مشرفينا هناك، وكان كابتن طارق محروس معانا في آخر لقاء وقال إن هو فعلا عادت فرقته من زمان جدا على المكسب وعلى روح البطولة، إن شاء الله يرجعوا لنا بالكاس بإذن الله. منتخب مصر بيضم العناصر الآتية: عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب، حسن وليد وأحمد هشام وحازم ممدوح ومحمد الأزهري، عمر سامي، خالد وليد، جلال خرشد، شهاب عبد الله، سيف الدرع، أحمد راضي، محسن رمضان، عمر خالد كاستيلو، ياسر محمد. الجهاز الفني بيضم كابتن طارق محروس المدير الفني، كابتن هاني الفخراني المدرب المساعد، والدكتور عمرو عصام اخصائي العلاج الطبيعي، وكابتن محمد سليمان المدير الاداري محلل الاداء الفني ورئيس البعثه وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري كابتن مصطفى شوقي.
بكده نقدر نقول ان مصر ان شاء الله تأهلت وتأهلت لدور الثمانية عشان تقابل منتخب صربيا. منتخب صربيا طلع رابع المجموعة الأولى على طول، ومصر هتلعبه في دور الثمانية. منتخب صربيا كسب ماتشين بس، كسب اليابان 21-19 وكسب أمريكا 36-19، لكن خسر ثلاث ماتشات من أسبانيا وسلوفينيا والمنتخب التونسي الشقيق اللي برضه بنبارك له ونقول له ألف مبروك على وصولك إلى الدور الثاني. بكده نقدر نروح للتليفون المهم والتليفون المعتاد لينا عشان نبارك له، وهو فعلا يعني هنقول إن شاء الله بإذن الله الإنجاز هيكمل، لكن خلينا نبارك له على الوصول إلى قمة المجموعة الثانية في بطولة العالم في أسبانيا. كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الخير. كابتن طارق بنبارك لك أكيد ونقول لك ألف مليون مبروك في إنجاز لأول مرة يتحقق خمس مباريات في المجموعة، الحمد لله كلهم مكسب. الحمد لله بفضل ربنا. يعني أنا بشكر الأولاد وبشكر التقدم الفني اللي شغال معايا، الناس كلها بتتعب بصراحة وانا اقل واحد فيهم بشتغل، الناس دي كلها تعبانه، وبحمد ربنا على الاداء اللي هم بيعملوه. الحمد لله التركيز لغايه دلوقتي عالي، اتمنى ان هو يستمر على كده وربنا يقدرنا ونقدر نوصل لاخر المراحل النهائيه عشان نفرح كل محب كره اليد وكل الشعب المصري. بصراحه كابتن طارق عايز اسالك على حاجه، كان ست دقائق ناقص وست اهداف لمصر وجبت الفرقه، عملت لهم وقت مستقطع وطلبت منهم يعملوا حاجات، لكن منتخب فرنسا بدا يلعب على مصر دفاع مفتوح، الدفاع بتاعنا اللي احنا عارفينه. توقعت ده وقلت لهم واتعاملت مع الموقف ازاي جوه المباراه؟ بص يا كابتن خالد، انا اصلا نازل المباراه دي وبشتغل على شويه اهداف. الهدف الاولاني انا عندي دور ال 16 ودور الثمانيه باذن الله ماتشين ورا بعض. كويس. الماتشين هيبقوا تقال. فانا خلاص ضمنت الوصول لدور ال 16. تمام. فكان الهدف الاولاني ان انا اعمل تدوير داخل المباراه بحيث ان انا اريح الناس وما اطلعش كل القوه البدنيه اللي عندي في مباراه النهارده واستفيد من الناس، وخصوصا ان انا بكره عندي راحه اقدر باذن الله بالراحه دي اقدر اخش دور ال 16 وربنا يكرمني فيه باذن الله واخش دور الثمانيه وانا الحاله البدنيه كويسه. ده كان الهدف الاساسي. تمام. الهدف الثاني ان انا اقدم مباراه كويسه وربنا يكللها بالنجاح. الهدف الثالث بقى والاهم ان انا يعني احنا يعني عايزين نبين للناس ان احنا عندنا فرقه محترمه. اكيد. الاتحاد بيتصرف عليها كويس. دول امل مصر في 2021. عايزين من الهدف ده اللي هو الثالث ان الاولاد تبقى تحس بالثقه بالنفس وعارفه ان هي بتلعب فرنسا، بتلعب السويد، بتلعب اي فرقه، انا لازم اكسب لان انا في الاول وفي الاخر انا مصري، في نفس الوقت انا راجل اقدر اكسب كل حد طالما انا حالتي البدنيه والصحيه والفنيه عاليه فانا اقدر اكسب اي حد. كابتن طارق قبل ما تسافر وكنا بنتكلم دايما على معسكرات الاعداد وقلت لي انا طالع بالحمل جامد جدا علشان المباريات جايه ورا بعضيها، اكيد عامل حسابك على مباراه دور ال 16 ودور ال 8 ورا بعض في الاحمال بتاعتك. والله احنا عاملين شغل الاحمال على الكلام ده، بس هو انت عارف بقى ساعات بتيجي حاجات معاكسه. يعني انا عندي النهارده اصابتين منهم واحده يعني بنحاول نلحقه ماتش دور 16. مين يا كابتن طارق؟ 8 عمر سامي الجناح وده من العناصر المهمه، وزي ما قلت لك قبل كده يا خالد انا الحمد لله بفضل ربنا انا ما عنديش لعيب واحد دي حقيقه، بدليل ان انا كل مباراه بغض النظر عن طه خدهم مرتين ورا بعض، كل مباراه دي حقيقه يطلع واحد في المباراه، كل يعني محسن خدها، حسن خدها، حسن خد التيشيرت بتاع احسن لاعب وطه خدها مرتين. ده دليل عن ان احنا الحمد لله فرقه جماعيه، افراد كلها ملتزمه وبيلعبوا بجماعيه، وباذن الله ربنا يكرمنا ونوصل لاعلى مدى. النهارده دخلت عبد الرحمن حميد في المباراه باسلوب فوق الرائع بصراحه، وقدر فعلا يعني اهدي عبد الرحمن طه قدامنا في الصوره، لكن عبد الرحمن حميد النهارده عمل مباراه كويسه قوي. يا كابتن طارق تغيير حراسه المرمى حاجه مهمه جدا بالنسبه لك في المرحله اللي جايه. والله زي ما قلت لحضرتك انا كان يهمني ان الناس كلها واقفه بدنيا عشان دور 16 ودور 8، وانا الحمد لله ال 16 اللي قاعدين على البنش كلهم تقريبا لعبوا المباراه، كل واحد خد 30 دقيقة وده معدل كويس للاعب كرة اليد يحافظ على المخزون البدني في نفس الوقت يبقى العامل الذهني متواجد. خليك اسالك السؤال الاخير والمهم، شايف مواجهة صربيا ازاي في دور ال 16؟ صربيا طالعة الرابع، كسبانة ماتشين اليابان وامريكا، لكن خسرت من اسبانيا وسلوفينيا وتونس، شايف المواجهة ازاي؟ خروج المغلوب لبره الملعب. والله انا رحت اتفرجت النهارده على فرقة صربيا مع تونس
بتكلمني دلوقتي احنا انا رديت عليك عشان انت بس حبيبي يعني. طبعا انا عارف. احنا في محاضره بنتفرج على صربيا وسلوفينيا. تمام. ف لا هي فرقه صربيا فرقه قويه اجسام عاليه جدا. بتتكلم في 2 متر واطوال عاليه وحراسه مرمى على مستوى عالي. هم بيعتمدوا على المدرسه اليوغوسلافيه اللي هي القوه البنيه القويه والدفاع القوي. اجسام قوي قويه جدا. والهجوم الخاطف والثلاثه في نقل الكوره. بس انا هي فرقه كويسه. النهارده خسرتها من تونس من وجهه نظري. طبعا ببارك لفريق تونس اكيد وببارك للشعب التونسي. لكن انا شايف ان هم النهارده مرهقين زياده عن اللزوم من مباراه امبارح مع سلوفينيا. فاعتقد ان مباراتنا مش هتبقى بالسهل زي ما الناس متوقعه. لا دي هتبقى مباراه قويه. وبعدين المباراه زي ما حضرتك قلت خروج المغلوب فكله مركز وكله عايز يلعب لان كله عايز يستمر عشان ايه يأدي يوصل للنهايه. كابتن طارق انا اكيد ببارك لك وانا عارف ان انت مخبي حاجات في مباراه صربيا مش عايز تحكيها لنا اكيد. واكيد هنتكلم تاني مع مباراه صربيا ونتكلم ان شاء الله معاك لغايه ما نوصل لمرحله التتويج. كل امنياتنا طيبه ليك ويعني لفرقتك والرجاله اللي معاك باذن الله باذن الله بالوصول الى اعلى حاجه وان شاء الله ترجع بكاس البطوله يا كابتن طارق. احنا بس مستنيين دعوات المصريين دي بجد يعني الناس تدعينا لان احنا فعلا الحمد لله تعبنا والناس الاولاد كلها تعبت والجهاز اكيد معايا كله تعب. فالدعوات برضك بتبقى خالص الحاجات دي ربنا بيكرمنا بيها. كابتن طارق اكيد كل الناس هدفها ان انت تسعده خلاص منتخب الكوره خلص بطوله افريقيا وكل الناس بقت مركزه معاكم. يلا بينا ان شاء الله باذن الله كل مصر بتدعي لكم وكل امنياتنا طيبه يا كابتن طارق ليكم بالتوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله. شكرا يا كابتن طارق. فعلا فعلا مصر كلها لازم تقف ورا المنتخب ده. منتخب قوي منتخب محترم فعلا اتحاد قعده باعداد جيد جدا وفعلا في لعيبه منها هتكون في المستقبل القريب جدا في بطوله العالم. في مصر متواجده وبتلعب في بطوله العالم مباراه مهمه مع صربيا لا نقلل منها لان لو قللنا من فرقه صربيا او منتخب صربيا الامور هتسير في عكس الاتجاه. لكن اكيد زي ما هو كابتن طارق قال مدير الفني فعلا اللي هو مركز جامد جدا. انا بقول لكم عن ضمانتي الشخصيه انا اعرف كابتن طارق محوس من زمان جدا هو مركز ومحضر حاجات ان شاء الله في ماتش صربيا وان شاء الله يعدي بالمباراه المباراه المهمه اللي كلنا بننتظرها وان شاء الله باذن الله قريبا هيجي لنا هايلايت باذن الله نجيبها ليكو ونستمتع مع بعض بمنتخب مصر لكره اليد. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار النهارده في السكواش كابتن ابراهيم الجمال وكابتن مصطفى عسل. اهلا بيكم في اخر فقره النهارده معانا نجوم فعلا نجوم كبار جدا في مجال الاسكواش. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار النهارده معانا هنستفيد معاهم عندهم بطوله عالم وبطوله مهمه وفيهم كمان حامل لقب بطوله. نرحب بكابتن مصطفى عسل بطل العالم ولاعيب النادي الاهلي. كابتن مصطفى منورنا. اهلا كابتن خالد. اهلا بيك. وهنرحب بكابتن ابراهيم الاباني اللي رايح نفس الكلام عنده طموح وعنده صراع مع نفسه شخصيا باذن الله على الصراع على لقب بطل العالم. كابتن ابراهيم بنرحب بيك. اهلا وسهلا كابتن خالد. خلينا نخرج لتقرير عن نجومنا النهارده اللي معانا وترجعوا لنا مره ثانيه. يشارك ثنائي الأهلوي مصطفى عسل وإبراهيم الأباني في بطولة العالم لناشئي الإسكواش تحت 19 سنة المقرر إقامتها بماليزيا خلال الفترة من 30 من يوليو وحتى 4 من أغسطس المقبل. ويغادر ثنائي إسكواش المارد الأحمر يوم الخميس المقبل القاهرة متوجهين رفقة بعثة منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولة المونديالية التي يشارك بها أفضل لاعب العالم في هذه السن. ويأمل لاعب الأهلي في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للناشئين للعام الثاني داخل جدران القلعة الحمراء بعدما حصده مصطفى عسل في العام الماضي عقب فوزه على نظيره وزميله بالمنتخب مروان طارق ونجم نادي وادي دجلة. واختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قواما يتكون من 6 لاعبين للمشاركة في البطولة وهم مصطفى السرتي، كريم البربري، عمر التركي، يحيى النواساني، إضافة إلى مصطفى عسل حامل اللقب وإبراهيم الأباني لاعبي الأهلي.
وجنبت القرعة سداسي منتخبنا الوطني من خوض الأدوار التمهيدية لما يمتلكه الإسكواش المصري من تصنيف متقدم وتاريخ قوي يجعله من المرشحين الأوائل للحفاظ على اللقب الغالي. ويأمل مسؤول النادي الأهلي في هيمنة لاعبيهم على البطولات الدولية الكبرى ورفع اسم النادي الأهلي في أكبر المحافل العالمية. زي ما شفنا أبطالنا الكبار اللي مشرفينا النهاردة في قناة الأهلي فعلا أبطال، وإن شاء الله قريبا جدا في الترتيب العالمي هيكونوا موجودين ويصعدوا على منصات التتويج بإذن الله اللي مشرفينا فعلا. خلينا نبدأ الحديث معاهم ونشوف بطل العالم طلع بأي طموح لبطولة العالم اللي جاية. أكيد عنده صراع قوي جدا المحافظة على اللقب غير الوصول إلى اللقب، صح؟ صح. لا والله أنا خلصت البيتش أوبن كبار في شهر 5، وبعد كده ابتديت يعني أخدت الأوف سيزن بتاعي عشان كان بقالي كتير بلعب، كان عندي جونيورز وعندي برضو محترفين رجال، فخلصت وبعد كده أخدت 3 أسابيع راحة، ابتديت تاني. سافرت المكسيك أتمرن هناك مع كان معايا زاهد شيرين نمرة 14 العالم، وطلعنا أنا هو رحنا المكسيك نتمرن هناك في لعيبة كتير. اشمعنى اخترت المكسيك؟ مصر أبطال العالم ومصر فيها نجوم كبيرة يعني. دلوقتي اخترتها، لا النجوم دول كلهم كانوا موقفين يعني كله كان موقف خلاص ما فيش حد بيلعب. اخترت المكسيك فيه برضو اثنين منهم يعني واحد منهم التوب 20 وكده، وقلنا نروح هناك درجة حرارة عالية، النفس مش يعني صعب قوي ان احنا ناخده هناك فوق مستوى سطح البحر، فالدنيا صعب قوي هناك انت تاخد نفسك وكده، فقلنا نروح هناك نتمرن. مرنت 10 ايام هناك بجهز يعني، خدت اذن طبعا كابتن احمد المطعني وفي الاول المنتخب عشان اطلع ورجعت وبس. وشايف الامور كويسه باذن الله. اه ان شاء الله. محافظه على لقبك يا مصطفى ده بيختلف عن وصول اللقب. اه شايف الموضوع ازاي وانت رايح بصراحه؟ لا مش يعني مش حاسس ان انا عليا بريشر اللي هو الجامد يعني الموجود، بس طبعا يعني اللقب خدته السنه اللي فاتت طبعا في ضغط، بس يعني ان شاء الله هناك بقى. مش عايز اتكلم عشان ابراهيم. لا ابراهيم اكيد الصراع اكيد اكيد التنافس بينهم جوه ارض الملعب، لكن هو في الاخر الاثنين ولاد النادي الاهلي ودي احسن حاجه بيميزنا. اكيد لو مصطفى كسب او ابراهيم كسب ان شاء الله نتمنى لهم الخير والتوفيق، اكيد بيباركوا لبعض. ابراهيم مصطفى استعد في المكسيك، استعديت ازاي للبطوله دي؟ انا اتفق مع كلام مصطفى، احنا خلصنا السيزون، مصطفى ممكن يكون خلص السيزون بعدينا شويه عشان هو بيلعب بي اس اي محترفين وكده، فاحنا خلصنا السيزون بعد بطوله الجمهوريه، خدت اوف سيزون حوالي شهر بس. بعد كده رجعت اول حاجه لعبتها كان تمارين المنتخب. تمارين المنتخب كانت مثلا 3 أيام في الاسبوع، ابتديت مثلا فتنس بسيط قوي لغايه ما اتفاجئنا ان احنا في تصفيات كويس. التصفيات دي احنا هنصفي 2 ان شاء الله هم اللي هيطلعوا بطوله العالم. كويس. ودي كانت مفاجاه الصراحه يعني، ما كنتش اللي هو لسه استعدت لها قوي. كنت برده راجع من اوف سيزون وفتره يعني كنت ما كانتش محطوطه في الجدول بتاعك والتدريبات. لا 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 خالص. بس لغايه لما دخلنا مثلا قعدت حوالي اسبوعين او اسبوعين ونص تمارين تبع المنتخب. بس كابتن احمد يعني كابتن احمد مطعني وكابتن ناصر عبد المنعم كلهم يعني نحب نشكرهم. يعني جهزونا يعني جهزوني انا وكل الناس اللي كنت بلعب معاهم تصفيات، والحمد لله لعبت التصفيات دي والحمد لله تاهلت لبطوله العالم. بصراحه شديده وانت رايح لبطوله العالم، والزميل الملعب معاك مصطفى عسل هو بطل العالم، شايف المنافسه هناك ازاي مع كمان 4 مصريين؟ لا طبعا المنافسه من اول دور صراحه لبطوله العالم من اول دور صراحه بتبقى كلهم ماتشات يعني جامده، بالذات طبعا لو مع كابتن مصطفى عزان. طب مصطفى قول لي، تقابل الاجانب ولا تقابل المصريين في الادوار الاولانيه بصراحه؟ مش احنا دايما عندنا الحته يعني اي واحد مصري ما يحبش يلعب مصري خالص. من الاخر عشان بس يعني حتى لو التاني حتى لو الاجنبي ده جامد لا ما يحبش يعني، ما يقول لك العب الاجنبي بس ما العبش المصري. بس لا يعني انا شايف ان هي في اجانب كويسين برده في البطوله. بس احنا احسن منهم يعني ان شاء الله كمصريين وهم برضو الدرو مش فير شويه بالنسبه للمصريين، ان هو
كل المصريين مخبطين مع بعض الناحيه الثانيه يعني ناحيه ابراهيم دي كلهم مع بعض. عمر الترك اللي هو مصنف نمره 2 على البطوله مع يحيى مع مصطفى مع كريم ابراهيم مع ابراهيم لا كريم عندي بس تحت جاي يعني في طريقك بس ان شاء الله ان شاء الله يعني في السيمي فاينل. هم هناك بقى بدري ابراهيم مثلا هيلعب اعتقد مصطفى في الثمانيه لو وصلوا مع بعض ان شاء الله. والناحيه الثانيه يحيى وعمر فكلهم هناك ايه المصريين رايحين في الاتجاه الثاني الناحيه الثانيه خالص. قاعده الاسكواش كبرت فخلى زي ما كابتن مصطفى كده بيقول خلينا ايه نلعب مع بعض في الادوار اللي هي شويه في الدور الثمانيه ودور الاربعه. شايف القاعده الكبيره دي بقت ميزه لمصر في الاسكواش ولا ايه بالظبط؟ هي الصراحه بتبقى ميزه يعني هي ميزه وحاجه وحشه في نفس الوقت. الميزه ان حضرتك عندك لعيب جامد زي مصطفى عسل رقم واحد على البطوله بعيد خالص عن رقم اثنين في البطوله فهم دول المتوقعين ان هم يوصلوا فاينل فاحنا كده نكون ضمننا لقب رقم نمره واحد مصري ونمره اثنين مصري ما شاء الله لو هم ان شاء الله يعني يوصلوا فاينل. الارخم شويه ان لو ده ما وصلش وده ما وصلش احنا كده مش هيكون عندنا ولا لقب. ده هي دي المشكله والحاجه كويسه ان احنا يعني حتى احنا لو فضلنا نخبط كلنا في بعض احنا برضو هيتصفصف مننا واحد مصري اكيد بس اكيد شكرا. اكيد الموضوع مختلف. مين بينافس او مين التنافس الدول المنافسه لمصر في بطوله العالم؟ اعتقد ماليزيا يعني مين تاني رحيم من غير اكيد بتدرس اكيد انت اكيد كل واحد فيكم بيبص للدرو بيبص مين اللعيبه اللي داخله من الانديه من المنتخبات. ممكن انجلترا انجلترا فيها كام لعيب جامدين شويه لان اصلا انجلترا هم الاساس اللعبه هم اللي اخترعناها فهو في يعني هم بعدين على طول انجلترا بعدين على طول وهي تبقى رخمه برده بالنسبه لنا من الماليزيين لانهم البطوله هتتلعب على ارضهم. اكيد في سؤال مهم جدا انت من ناشئين نادي الصيد لكن دلوقتي في النادي الاهلي ايه الفرق بين اللعب في نادي الصيد والنادي الاهلي واكتسبت ايه داخل النادي الاهلي؟ لا هو نادي الصيد كنت بلعب فيه من وانا عندي 4 سنين لحد 15 سنه دي كان كل الفتره دي يعني هي بتبقى حاجه وابتداء من لعيب الاسكواش من 17 سنه لغايه المحترفين بتبقى حاجه ثانيه خالص كخبره كناس حضرتك قاعد معاهم بيفكروا تفكير عامل ازاي او كده فهو في نادي الصيد ما كانش عندنا قوي الحته دي فلما رحت النادي الاهلي كان في لعيبه كبيره يعني كبار ممكن اي حد يلعب معاهم ممكن اي حد يتكلم معاهم في اي حاجه فيكتسب منهم اي خبره زي كابتن كريم سامي وكابتن مصطفى عسل احمد حسني كل الناس دي فده بالنسبه لي كان تغيير شويه في الحته دي الفرق انت من الجزيره للاهلي مع ان كل العيال عندك اهلاويه وقاعدين في النادي يعني مستغربه بس ماشي لكن ازاي الجزيره والاهلي والفرق اللي انت الواضح بين الاهلي والجزيره واكيد برضو الاهلي نادي بطوله مختلفه عن نادي الجزيره. لا الجزيره كنت بوصل فاينل بس ما كنتش عايز العب يعني مش عايز تلعب مش عايز العب يعني مش عايز تلعب في موقف حصل بصراحه في موقف حصل معايا كنت خلاص كان في تصفيات للبريتش اوبن فتحت 13 سنه او تحت 15 سنه تحت 15 سنه فخلاص انا لو كسبت الماتش بتاع السيمي فاينل ده خلاص انا كده اهلت فكسبت الماتش بتاع السيمي فاينل ده خلاص بقيت تاني ضمنت ان انا تاني بعد مروان طلق فجيت الفاينل ده بلعب مع زميل في دجله يعني المفروض يعني المفروض يعني ان انا العب يعني فاينل كان ساعتها فاينل بطوله وادي دجله وكده ومفروض يعني اكسب يعني فقلت لبابا مش عايز العب مش عايز تلعب مش عايز قلت له مش عايز العب مش عايز تلعب انا قلت له مش عايز العب انا مش عايز يعني داخل رايح البيت من البيت من البيت بقول له مش عايز العب اتكلم طب اتكلم هو بقى ازاي يعني ازاي انت مش عايز تلعب طبعا ازاي بس فجنن بقى ساعتها بقى هو ازاي وكلم المدربين كلهم ففي مدرب منهم بيقول له خلاص مش مشكله يعني ازاي رحت خسرتها 0 مش عايز العب لما نزلت ملعب الاسكواش قول لي حسيت بايه؟ اللي هو انا مش موجود عادي يعني مش عايز مش عايز مش عايز تشوطها لا مش عايز وعايز تخلص الجيم وتروح عايز اروح بالظبط انا خلاص بس لما رحت بقى الاهلي حتى لو زعقوا لك لا مش زعقوا لك حتى فعلا اي بطوله ما بقاش عندي اللي هي الاستكفى دي حته الاستكفى دي كنت بستكفى لكن في الاهلي ما فيش اي حاجه اسمها استكفى خالص حتى لو انا عارف ان انا مثلا بلعب مع علي بلعب مع علي او بلعب مع اي حد لغايه اخر وقت ما فيش استكفى خالص ما عندكش ما عنديش استكفى كنت فعلا انا لعبت في سيزون مع كابتن ناصر يعني
لعبت في سيزون بتاع 18 بطوله محليه كنت بلعب منهم اثنين يعني 17 و19 في نفس البطوله كان بيبقى عندي 4 ماتشات في اليوم عادي كنت بخش مع كابتن ناصر مش عارف كابتن ناصر يقول لي عادي يعني لو فوت مش عارف لا بلعب اكيد المعد النفسي ليه دور في الحكايه دي اكيد في اعداد نفسي هل في موجود اعداد نفسي في سكواش دلوقتي ولا لسه ما وصلناش ليه بصراحه لا في اعداد نفسي طبعا يعني هو يعني انه ياخد الجرأه نفسها انه يلعب سنين وانه ياخد الجرأه ان هو يعني يتحول من لعيب كان بيستكفى وانس ان هو خلاص يعني وصل للتارجت بتاعه غير ان هو يتحول لما راح زي ما هو بيقول لما راح النادي الاهلي ان هو بقى عايز يكسب كل الماتشات ويعني يشيل المعد النفسي المعد النفسي لازم يكون متواجد مع لعيبه السكواش طبعا المعد النفسي لازم. يعني اي لعيب في اي سن زمان كان يقول لك يلا العب بقى ويلا توكل على الله لا دلوقتي لا بقى لا لازم طبعا. يكون في يعني تهيئه نفسيه اقل حاجه يوم او يومين بتفكر قبل الماتش بالذات لو كان ماتش تقيل او مهم او كده بس تقدر لا يعني برضو تاني هساله لك تاني يعني انت بتاهب نفسك لوحدك ولا في معد نفسي معاك راجل مسؤول عنك قصدك شخص شخص لا ما بيكونش فيه معد نفسي اللي هو غير لو حد بقى بيتكلم معاه مش لازم قبل ماتش ده بيبقى زي الدكتور بتاعي نفساني او كده بالظبط تتكلم معاه ده بتكلم معاه بس لكن مش متواجد يا مصطفى عندكم حد معد نفسي للاعبين في المنتخبات لا شايف ان ده شيء مفقود شويه مع تطور العصر وتطور الحياه وتطور السكواش اولياء الامور كلهم هم معد نفسي للاعبين الصراحه في اللعبه دي ان اللعبه دي اي لعيب بيلعب ولي الامر بيبقى وراه بيبقى اكتر معد نفسي بالنسبه له يعني مثلا يقول له الماتش ده لا لازم تلعب مثلا طب التاكتكس بتاعت الجيم ايه دول ولي الامر ولي الامر بقى فاهم دلوقتي اكتر من المدرب حاليا حاليا دلوقتي بقى فاهم اكتر من كتر ما هو شايف الدنيا رايح معاه كل يوم تعبان كل يوم بينزل الصبح ينزل بالليل معايا يتفرج فيها ولا امور كده يعني ممكن مثلا بابا ابراهيم ممكن لسن معين او بابايا انا لسن معين مثلا يعني هو ما سابنيش الا من سنه سنتين لو ما سابنيش الا هو كل يوم معايا كل وقت معايا وانت بتحبه وبتلعب بس سكواش رايح جاي كده ما سابنيش الا الفتره اللي هو خلاص ابتديت اعتمد على نفسي شويه هو بقى تمام بعيد بس في لغه المحترفين في لغه المحترفين في الوقت اللي احنا فيه ده اكيد لازم يكون في داخل الجهاز معد نفسي دكتور نفساني هو بيسال دكتور هو مفيش ده بالظبط هو بس على كده مفيش ده بس ممكن يعني اعتقد دوره مهم لازم يكون اعتقد ما بين اللعيبه يعني بس ما عندناش احنا اعتقد ما عندناش بصراحه شديده لما تقابل مصطفى عسل في ارض الملعب فهمني الحوار مع نفسك كده هطلعهم منك انتوا الاثنين ان شاء الله بتقابلوا بعض اكيد التنافس في ارض الملعب شريف اكيد كل واحد عايز يكسب طبعا قبل المباراه بتتعاملوا مع بعض ازاي لا احنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه خالص فهمني بقى لا جوه الملعب هو عايز يكسب هو لقب بطوله العالم حتى لو كانت بطوله صغيره هو عايز يكسب برضه حتى لو بطوله في النادي بالظبط حتى لو هو عايز يخش يكسب يعني هو اتمرن عايز يخش يعني يعمل الحاجات اللي هو اتمرن عليها كويس وانا كمان برضو اتمرنت وعايز اخش اعمل حاجات اللي هو بيتمرن عليها فاحنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه خالص يعني مصطفى بصراحه شديده بتتفرج على اصحابك المصريين وبتتفرج على فيديوهات ليهم وماتشاتهم وكده بتقعد تتفرج عليهم عشان تقدر تحلل اللعيب اللي قدامك شكله ازاي ونقط ضعفه ايه مع ان المدربين بيكونوا واحد يعني مدرب مصري بيمرنك وبيمرن كمان ابراهيم بس بيبقى فيه اختلاف بقى المدربين احنا عندنا مدربين كتير فالمدرب انت ممكن هو اللي يتفرج ويقول لك يعني طب فهمني مدرب النهارده انت بتقول مدربكو اللي هو مسافر معاكوا اللي بطوله العالم بالظبط مدرب واحد هو اللي بيمرنك كابتن احمد المطعني لو قابلتوا بعض بصراحه شديده بيعمل ايه؟ يعني يقول لابراهيم ولا يقول ولا خلاص بقى بيتفرج عليكم هو اليوم اللي بنقابل فيه بعض بصراحه ما بتلاقوش اساسا مش موجود يعني فاهم ممكن انت انا لعيب برده اروح اسال مدربي اعمل ايه اصد ازاي ممكن تروح تقول لمدربك اللي هو بيبقى في النادي او اللي هو بيمرنك بقى بره النادي بره المنتخب برايفت مش برايفت هو اللي هو تبع النادي اللي هو مثلا المدرب بتاع النادي الاهلي كويس يعني مثلا ابراهيم عنده مدرب انا عندي مدرب كويس كده ده اللي تقدر تتكلم معاه ده اللي تقدر تتكلم اللعيب اللي قدامك بالظبط كده ممكن تروح او مش الاهلي برضه يعني لو انا وابراهيم لا ما حدش هيتكلم بس لو حد يعني بره النادي يعني انا الاهلي حد من دجله حد من حته ثانيه يعني فممكن نتكلم يعني
يعني ممكن الكلام يقول لي كده كابتن احمد المدير الفني طبعا منتخب لا مفيش كده. اللعيبه الكبار في مصر بيكاتشنوا لبعض، شرباجي كريم عبد الجواد بيتكلموا مع بعض وهم بيلعبوا بطولات العالم. اه طبعا اكيد بيتكاتشنوا مع بعض برضو كده ولا خلاص ده هو بيلعب في ماتش؟ طب بقى تشجع من بره طبعا، يعني هو اي حد فينا لما بنكون بيلعب من بره او كده بالذات لو بطوله عالميه او بطوله بره مصر بيبقى كل التشجيع للشخص اللي بيلعب من مصر. احنا كلنا بنكون عايزين نكسب بس مش بيبقى في حته اللي هو الكوتشنج دي لانه بيكون في مدربين معانا هم اللي شايلين الموضوع ده. بص يا ابراهيم انا عايزكم، انا بصراحه شديده مبسوط منهم، هم ايه متحفزين برضو رايحين يلعبوا بطولات عالم والاثنين هيقابلوا بعض هناك ممكن يوصلوا لدور الكلام فيه تحفظ، لكن فعلا هم ابطال ونجوم. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل حديثنا معاهم. اهلا بيكم بعد الفاصل، لازم نكمل مع ضيوفنا النجومنا الكبار معانا النهارده. لسه عندهم اجواء، عندهم صعوبات اكيد بتقابلهم، عندهم ناحيه اسريه كبيره جدا بتعمل سبورت قوي جدا جدا ليهم، وزي ما كابتن مصطفى قال هي الناحيه او الاسره هي اللي بتعمل سبورت اقوى حاجه من احسن من اي معد نفسي واحسن من حاجات كتيره جدا. كابتن مصطفى اكيد الاسره ليها شكل مختلف عندك في تدريبك وصعودك الى بطل العالم. طبعا يعني هما كل حاجه، يعني هي اللعبه عشان اللعبه دي بالذات يعني لو ما كانش فيها سبورت من اولياء الامور مش هتبقى لعبه، مش هتبقى لعبه يعني من بجد مش هينفع، اللي هو مش زي الكوره مش زي اي لعبه تانية اللي هي ممكن تسيبه، لا هي اللعبه اي واحد حتى لو كان عنده اصرار او عنده عزيمه أو عنده حاجه هو برضو يعني اللعبه. قولي موقف صعب مصطفى بصراحه شديده بابا انتزع الموضوع وحطك في اتجاه تاني. ماشي، هو ده انا في موقف انا كنت بلعب كوره كويس، بحب الكوره جدا. لعيب كوره كويس؟ يعني زي انا بابا زي خالك؟ يعني انا ما اعرفش خالي شفته لا يعني خالك كابتن محمود حسين مش عارف اكيد لا لعيب كوره لا بصراحة ده كان لاعب فريق الاهلي بابايا انا من عارف لا بابايا هو كان بيلعب في راح فيرست تيم زمالك وبعد كده بعديها شهرين اتصاب بلاش تاريخ اتصاب بعد كده خلاص بقى فانا كنت بحب الكوره جدا كنت بلعب كوره في الجزيره واللي هو ما كانش شايف ان في امل في الجزيره، هو كان عايز يوديني انديه بره يعني زي الزمالك زي الاهلي والزمالك وكده بس ايه بس لسه يعني. فالمهم في يوم كان عندي تمرين في سكواش عادي، انا بتمرن خميس جمعه سبت، كان سكواش وخفيف وخلاص كده كويس. فروحت لعبت كان عندي تمرين الساعه 4 كويس، كان تمرين لا ماتش كوره مع وادي دجله الساعه 4 وماشيين بالباص الساعه 12 جميل، كان عندي تمرين سكواش الساعه 2 ماشي. فانا رايح النادي بتحايل على المدرب ما هوش اي حاجه في اليوم، وانا رايح من الساعه 10 قلت خلاص هروح له ايه اظبط والنبي لعبني بدري اي تلت ساعه عشان لازم العب فانا بقى قرفان بقول للاداري لو سمحت مفيش بروح اتشرف مع الكوتش مش عايز رافض تماما قفل فروحت رايح قلت خلاص انا مش هسيب السكواش راح العب كوره بس رحت قعدت هناك لغايه الساعه 1 بالليل 2 بالليل راجعين النادي يا ابيض وكان عندي 10 سنين مفيش كوره بعد كده مفيش كوره اتلغت مش عارف التليفون لغالك الكوره قال لي خلاص مفيش كوره تاني مفيش قال لي انسى الكوره دي ومن ساعتها بقى هو جاي معايا كل يوم سكواش يعني فعلا هو ما كانش بيجي خالص. بتشجع مين في الكوره؟ اكيد بتشجع النادي الاهلي ده كده بره مصر بره مصر ريال مدريد انا بشجع برشلونه لا ما لا مش كده اساسي بارسا اساسي اكيد الاسره ليها مكانه وموجوده في حياتك، لكن شيء مهم ان الرياضي يوفق بين الدراسه وبين لعبه ولعبه المحترف. النهارده بتوفق الاثنين ازاي يا ابراهيم؟ النهارده ثانويه عامه او السنه الجايه ثانوي يعني ماشي تانيه ثانوي ماشي هو يعني كل اللعيبه اللي بيبقوا في سننا بيكون بيواجهوا نفس المشكله بس هو الاجمد بقى اللي يعرف يتعامل مع المشكله دي اللي هو بيعرف يحاول ينظم وقته ان هو مثلا يعني يخلص تمرين من هنا يعرف، وكمان الاكل ليه طبعا يعني دور جامد قوي على في الحته دي فان حضرتك تعرف تنظم ما بين اكلك ونومك ودراستك وتمارينك وكده بتبقى حاجه صعبه، بالذات بقى لو زي ما حضرتك قلت بيت التمارين والدراسه بيبقى اللي هو ساعات بطلع من تمارين يعني على
على التمارين على طول، وساعات بروح اتمرن الساعه 7 الصبح اخلص واروح على المدرسه لو كان عندي يعني حصص او كده. مين اللي بينظم الوقت، انت ولا الاسره؟ بصراحه شديده في حاجات انا بظبطها وفي حاجات هم بيظبطوها لي، يعني زي حاجات مثلا الكابتن بتاعي بتاع البرايفت كابتن احمد عبد الخالق، يعني انا على طول بظبط معاه مواعيدي حتى لو كنت العب معاه الساعه 7 الصبح. هم بقى بيظبطوا لي بقى مواعيد نومي او كده يعني. بس مصطفى اصحابك اكيد في السن اللي انتوا فيه ده سن شباب، واصحابك كل يوم خروج سهر وخروج وحاجات كتيره، بتعمل ايه معاهم بصراحه؟ بيروشوا عليك كتير ولا هي دي مشكله؟ يعني دي مشكله في حياتي دلوقتي يعني. بس يعني ابتديت اللي هو تتأقلم خلاص، بتاقلم عليها يعني. في صحابي طبعا من المدرسه بعدت عنهم يعني، مش بعدت عنهم، قريبين من بعض كده بس بعدت عنهم، لانهم بقيتش اخرج معاهم اصلا. بجد بيقولوا لك ايه بصراحه؟ واطي بس مضطر. هتعمل ايه؟ ما انت في الاخر ما شاء الله عليك. قعدت اقول لهم، قعدت اقول لهم والله انا مش بذنبي يعني، مش عايزين تقول لهم ايه النهارده وانت ما شاء الله عليك بطل عالم؟ لا هو صراحه يعني هم اللي هيقولوا بقى، هما اللي يقولوا. لا هو يقول بقى، لازم يقولوا كلمتين برضه، ما هو برضه عاملين يقولوا كلام كتير، هو يقولوا كلمتين. لا اصحابي الصراحه يعني من وانا صغير كانوا بييجوا معايا الديسكشن، يعني كانوا بيزهقوا جدا لما يجوا اسال ايه اللعبه دي مش عارف ايه بتاع، كنت بجيبهم غصب عنهم يجوا يتفرجوا عليا في بطولات مش عارف ايه كده، فهم تعبوا معايا كتير الصراحه. اكيد عندك بطوله مش تسيح، وعندك بطوله صعبه كسبتها بطريقه تقول الحمد لله، اكيد بنحمد ربنا على كل حاجه، بس في بطوله صعبه جدا خرجت من انياب الاسد. اي بطوله مصطفى عسل كسبها بالشكل ده؟ بطوله باكستان السيزون ده. السيزون ده، السيزون ده كان بطوله باكستان، بطوله محترفين. كنت خسران الصوره دي بقى، قول لي كده. لا دي بريتش اوبن، دي بريتش اوبن. لسه هنخش في مرحله الصور حالا، بس خلاص اتفضل. دي بقى البطوله دي باكستان ساعتها كنت خسران في الفاينل 2-0 2-0 في الفاينل، وكانت بطولة محترفين بقى رجال وكده. رجعت الماتش تاني 3-2 بعجوبة يعني، الماتش كان صعب جدا، كسبته الحمد لله يعني السيزون ده. وكان ساعتها كان كل البطولات داخلة على بعض، جونا بريتش اوبن، بطولة تانية في ويمبلدن، حاجات كتير قوي في السيزون اللي هو بتاع البروفيشنال ده بيبقى صعب قوي بالنسبه لي. يعني البطوله دي وصلتني، يعني البطوله دي لما كسبتها الحمد لله وصلتني 29 عالم. فدي من اهم حاجه، من اهم نقطه مهمه في حياتي، نقطه مهمه البطوله دي، ان هي بتديني دفعه للبطولات الاكبر والبطولات يعني اللي انت رايحها. بالظبط. اكيد ابراهيم نفس الكلام، في بطولات، في مباريات صعبه عدت على ابراهيم الأباني، تقول ايه؟ هي صراحه ارخم بالنسبه لي مباراه كانت يعني. ارخم هي فعلا ارخم حاجه. اتفضل. هي بالنسبه لي اصعب مباراه كانت بالنسبه لي بطوله الجمهوريه فاينل تحت 15 سنه، كانت صعبه حوالي سنتين. كانت صعبه مش عشان هو فاينل جمهوريه، كانت صعبه لان كانت على طول بخسر قدام الشخص اللي انا بلعب معاه ده، اللي هو كان اسمه كريم البربري. كنت عمري في حياتي من واحده بنلعب تحت 11 سنه ما كسبتوش ولا مره في حياتي غير المره دي تحت 15 سنه، فاللي هو ان انا اكسب يعني فاينل جمهوريه وقدام كريم البربري ده كان بالنسبه لي يعني حاجه ما كنتش اتوقعها. بدانا باول صوره لابراهيم الأباني، احكي لنا حكايه صوره ابراهيم. حكايه ايه؟ الصوره كنت فين؟ سكواش كان فين؟ الصوره دي اولا مش في نادي دي سكواش. ده في سكواش؟ سكواش ازاي يا اسطى؟ طب ده كنت فين بقى؟ قول لنا كام سنه ابراهيم؟ دي من 10 سنين مثلا، من 12 سنه. مين معاك في الصوره؟ اعتقد لا لازم خليه يفتكر كل حاجه دلوقتي. مين معاك في الصوره؟ ابويا. حلو قوي، تقول له ايه؟ لا اقول له شكرا طبعا. شكرا، ما هو الراجل يعني اكيد تعبان معاك بس كده. شكرا كفايه عليك؟ لا طبعا مش كفايه. هتخش البيت النهارده؟ لا شكرا بقى، يعني هي كده كفايه شكرا؟ لا طبعا يعني هو قول ايه بجد؟ لا بجد والله يعني هم بالنسبه لهم يعني انا احب اشكرهم طبعا، اول ناس اكتر من مدربيني اللي هم بيشيلوني في كل حاجه، هم اللي بينظموا وقتي، هم اللي بيعملوا كل حاجه، فطبعا كل الشكر ليهم طبعا هم وامي. طيب بس. دي تاني صوره على طول، هم هيدوك اربع خمس صور اربعه تعالى على كل واحده. اتفضل يا كابتن ابراهيم. دي امي. ماما. كانت في بطوله ايه تفتكر؟ دي ما كانتش في بطوله، كانت في النادي؟ كانت في كانت في النادي. كانت في النادي عندك. برضه تقولها ايه؟ لان انا عارف الام بتاعها اكتر من الاب صراحه. يعني هي طبعا امي، هي حضرتك تعرف ان بيتعبوا جامد جدا. يعني بالذات يحبوا
بجد والله اكتر من راجل بصراحه شديده. اولياء الامور السيدات بيتعبوا كثيرا جدا اكتر من اولياء الامور الرجال. مخبط كده مخبط هو اللي مش هيروح، انا ماليش دعوه. اتفضل يا كابتن ابراهيم. لا طبعا يعني هم احب اشكرهم طبعا على ال احب اشكرهم هم الاثنين الصراحه يعني. تشكر الاثنين كابتن اكيد هو بيشكر يعني كل الاسره، واكيد انت برضو ليك كل الشكر لاسرتك كويس، لكن دايما في المراحل دي بتقول لهم كلمه مهمه، وصلت البطل العالم بتقول لهم ايه بعد ما وصلت البطل العالم وايه اللي جاي عند مصطفى العسل؟ هو طبعا يعني انا عارف مامتي كمان يعني بتبقى قاعده في الماتشات، هما بيكونوا متنشنين ازاي وما بيبينوش ازاي، ولما يكون في ماتشات جامده هما بيقعدوا مراقبين الماتش ازاي وبيزعلوا وبيفرحوا. طبعا الحاجات دي بتبقى يعني مؤثره قوي، كمان لما لو خسرت ماتش او حصل حاجه يعني بشوف يعني نظرات مامتي بتبقى عامله ازاي يعني بتبقى ايه موضوع نمبر 1 على السوشيال ميديا ده انا واحد ايه موضوع نمبر 1 مصطفى عسل مسمي نفسه على السوشيال ميديا نمبر 1 ليه بس ما شاء الله. هو ده شايف امكانياته وشايف وضعه ما شاء الله، لازم نساله ونقول له جبت منين نمبر 1 ده على فين ده على السوشيال ميديا صح؟ لا اعداد بص المعد بيقول لي مشاهير مصطفى عسل هم اللي مطلعين عليه نمبر 1 دي فعلا. اه لا لا يعجبني فيك الصراحه، ليه مشاهير جامده قوي عارفين بعض حافظين بعض انتوا الاثنين. لا مشاهير وكتير قوي ما شاء الله يعني. اه هم اللي مسميين نمبر 1 هم اللي مسميين ده بيس الاسم والله. الاسم ده جاي منين؟ جالك امتى الاسم ده؟ كنت طلعت الارجنتين لبطولات بي اس اي، كسبت البطولات فيهم في شهر، بعد كده رحت كسبان توت عالم، فبعد كده طلعت بقى يعني بعد كسبت البطولات في مره وبعد كده رحت كسبان توت عالم الحمد لله يعني، بعد كده طلعت بعديها كده. تعاملوا ازاي مع السوشيال ميديا بعد بقيت بطل عالم والوضع اختلف والدنيا اختلفت واكيد ليك ناس على السوشيال ميديا كتير، الصفحه بتاعتك ما شاء الله عليها انا موجود عليها. لا ما شاء الله بتزيد من الجنسين. لا والانستغرام اكتر شويه يعني، انا بالنسبه لي الانستغرام اكتر شويه ببقى اكتف على الانستغرام تقريبا طول اليوم. طول يعني اليوم يعني ببقى اكتر على الانستغرام كده بس. فانا بحب السوشيال ميديا كنفسي، انا بحب السوشيال ميديا، بحب اقعد على التليفون. الصوره اللي فاتت دي، الصوره دي بريتش اوبن اللي قبليها، عايز اللي قبليها الصوره دي. دي مع علي فرج في شيكاغو. فين؟ في شيكاغو. في شيكاغو في امريكا. البطوله دي بهدلني فيها الصراحه. يعني هي في لعبت معاه مره في البيتش اوفر هتيجي. قال ان انت بتتعبه جدا في اللعب. والله مش عارف يعني بيتعب مين صح؟ يعني هو بهدلني في البطوله بهدلك. ابراهيم اكيد ليك هدف في المرحله اللي جايه، هدف تحققه وطموح معايا عند ابراهيم قباني، ايه الطموح اللي جاي عند ابراهيم قباني؟ هو الصراحه دلوقتي كل تركيزي هيكون على بطوله العالم اللي احنا داخلين عليها دي، لان دي هيكون ليها مميزات كبيره قوي، خصوصا ان احنا داخلين السيزون الجديد يعني بعد البطوله دي على طول. فيعني وانس ان احنا دخلنا البطوله دي وحققنا فيها مركز عالي، حضرتك خدت يعني ثقه كويسه قوي ان حضرتك تخش بيها السيزون الجاي. فهي دي صراحه يعني هي دي يعني انا حاطط مهمه جدا بالنسبه لك. بالنسبه عين ابراهيم قباني على بطوله العالم اللي جاي بصراحه شديده. هي ممكن اقول الصراحه لان انا يعني حقك طموح شرعي لكل واحد فينا. لان مثلا في حاجه تانية غير ان مصطفى عسل لسه قدامه يعني لسه قدامه ايه لا مصطفى عسل سوري خلاص يعني دي اخر بطوله عالم ليه. لكن انا ليا يعني كمان كمان فرصة. يعني انا عندي دي واثنين كمان فكتير قوي يعني هو كل يعني العيون كلها او حضرتك زي ما حضرتك قلت كانت على مصطفى عسل الكام سنه اللي فاتوا، لكن يعني هتبقى على الاجيال اللي بعد مصطفى عسل اكيد الاجيال بتستمر واحنا بنسلم بعض. بالظبط. عايز اقول لك حاجه، اقول لكم حاجه انتوا الاثنين بالذات يعني إيش. تقول لي ايه مصطفى عسل وهو طالع لبطوله العالم؟ اقول له كل التوفيق طبعا. لا 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 لا, لا, لا. ايه اكتر نصيحه تقدمها لمصطفى عسل في بطوله العالم اللي جايه؟ خلوا بالي مني بس. خلي باله مني. لا ده انتوا جايين. لا قول لي لو انت توصل له بس الاول. لا توصل له باذن الله وتوصل تبقى احسن اثنين في العالم باذن الله. ابراهيم مصطفى تقول لي ايه لابراهيم وهو طالع لبطوله العالم لاول مره صح ابراهيم؟ لاول مره تنصحه بايه كبطل عالم؟ هي البطوله طبعا ابراهيم اكيد سامع يعني عن البطوله قد ايه، مش اللي هي انا ما بقولش اللي هي صعبه، بس البطوله فعلا من اول ماتشات هتلاقي ماتشات رخمه، ماتشات لازم تكون مركز فيها حتى لو ماتشات
بتبقى يعني احنا جانا سنه من السنين جه تقريبا المنتخب واحد خسر من دور 32 والتاني خسر في 16 ده المنتخب كله اتدربك مع بعض كانوا فاكرين ان هي بطوله سهله شويه حصل كده ربكه ما لهاش اي لازمه في الفرق برضو ابتدينا يعني اللي هو كده بس الحمد لله عدت يعني بس انا بقول ان هي بتنصحه بنصحه ان هو لازم من اول ماتش هو هتلاقي الدنيا هو لما يبتدي يركز وهيبتدي ان هو يخش في المود بتاع البطوله وانت شايف طبعا بطوله عالم يعني هي بطوله عالم فلما يبتدي يخش في المود بتاع البطوله هيبتدي يخش ويكسب ماتشات هو هيلاقيها ان هو كان بالنسبه له صعب هلاقيها عدت عادي بس كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر كل التوفيق ليهم لكابتن مصطفى عسل بطل العالم اللي في اخر نسخه وكل التوفيق لكابتن ابراهيم اباني ان شاء الله باذن الله يقدم مباريات كويسه باذن الله اتمنى من كل قلبي ليهم هما الاثنين يوصلوا فاينل بطوله العالم ويلعبوا عليه من دول ولاد النادي الاهلي باذن الله يرفعوا راس مصر والنادي الاهلي باذن الله في بطوله العالم اللي جايه بشكرك كابتن مصطفى عسل كنت معانا ونورنا وشرفت النهارده كابتن ابراهيم شكرا جزيلا لك النهارده وفي الاخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.